بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان داخل مصر وخارجها، لكم مني أجمل تحية من شاشة مصر الزراعية، وحلقة جديدة من برنامجكم صوت الفلاح. أعزائي المشاهدين، حلقتنا اليوم عن أحد أهم القطاعات بوزارة الزراعة، وهو قطاع الخدمات والمتابعة. هذا القطاع المعني بتقديم كل الخدمات التي يحتاجها الفلاح، من أسمدة، من مبيدات، من إرشادات، من أيضا حيازات وإزالة للتعديات. هذا القطاع يعتبر من أهم القطاعات التي تهتم بالفلاح المصري بصورة مباشرة. أعزائي المشاهدين، هنخرج مع بعض نشوف هذا التقرير المتعلق بقطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ثم بعد ذلك أستقبل ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ دكتور حسن الفولي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة هو واحد من أهم قطاعات وزارة الزراعة، والذي يحتك مباشرة بالفلاح ويعمل على توفير مستلزمات الإنتاج له، ويحرص على الأمن الغذائي وحماية المحاصيل والرقعة الزراعية. يضم قطاع الخدمات الزراعية 7 إدارات مركزية، وهم الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، الإدارة المركزية للفحص واعتماد التقاوي، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات، الإدارة المركزية لحماية الأراضي، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية. يقوم قطاع الخدمات الزراعية بتقديم الخدمات المباشرة للمزارعين بكافة أنحاء الجمهورية، من حيث إعداد التقاوي سواء في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أو الرقابة عليها في التداول والإنتاج من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهو المسؤول عن أعمال الحجر الزراعي للمحاصيل التي تأتي لنا من الخارج، من خلال ضبط الإجراءات التشريعية والقانونية لحماية الزراعة المصرية من ورود أي أمراض أو حشرات قد تصيبها، كما أنه معني بالمكافحة على كل المحاصيل الزراعية في مصر، سواء كانت محاصيل حقلية أو محاصيل بستانية أو الخضر. ويتولى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة حماية الأراضي من خلال الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وهو المسؤول عن 6000 جمعية من خلال الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وكل ذلك في نطاق قطاع الخدمات. ويتبعه صندوق تحسين الأقطان المصرية، وهو المسؤول عن أعمال النقاوة والتفتيش الحقلي في محاصيل القطن وخصوصا في الإكثار، والمسؤول أيضا عن مقاومة مرض العفن البني الموجود بالبطاطس. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا مع بعض هذا التقرير، ويسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ دكتور حسن الفولي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك يا دكتور حسن. أهلا بيك. الحمد لله. سعداء أن حضرتك تشرفنا المرة الأولى في برنامج صوت الفلاح، وهو النسخة الجديدة لبرنامج مسؤول تنفيذي. أكيد. ايه راي حضرتك انه البرنامج بقى اسمه صوت الفلاح بدل مسؤول تنفيذي؟ والله هو اساسا كان صوت الفلاح فعلا. فيعني التسميه جت مظبوطه جدا. لان احنا بنسمع لصوت الفلاح، والتنفيذي بيجاوب على متطلباته وحاجاته وبيحل له مشاكله على الهواء على طول. يبقى اذا هو يعني صلب البرنامج هو صوت الفلاح. هو برنامج الفلاح اساسا. طيب تمام. خلينا في البدايه نتعرف دكتور حسن. طبعا حضرتك متولي مسؤولية قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، ولكن منذ فترة يعني قريبة. خلينا نعرف المشاهدين وإخواننا المزارعين في جميع المحافظات دور هذا القطاع في خدمة المزارع المصري من ناحية توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات بصفة عامة يعني. وطبعا احنا منتظرين أي أسئلة من جميع المحافظات أو متعلقة بالفلاح أو المدريات عشان يرد عليها ضيفي في هذه الحلقة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قطاع الخدمات من القطاعات الحيوية جدا في وزارة الزراعة. من اسمه يعني يتفهم هو بيعمل ايه. أكيد خدمات.
يعني كل ما يخص المزارع من خدمات، قطاع الخدمات بيقدمها وبيعمل لها خطة في بداية الموسم. كل موسم بيتعمل خطة ليها وبيبتدي يوفر كل مستلزمات الانتاج، سواء أسمدة سواء تهاوي سواء مبيدات، من خلال قطاع الخدمات، بجانب ان هو مسؤول عن حيازات المزارعين في الجمعيات الزراعية، طبعا من خلال شؤون المديريات، إدارة شؤون المديريات، إدارة مركزية شؤون المديريات. إدارة مركزية شؤون المديريات طبعا بتهتم بالتشريعات، فيها قسم للتشريعات، فيها قسم لمتابعة مستلزمات الإنتاج، فيها قسم لمراجعة الحيازات على مستوى الجمهورية ومتابعة الحيازات. نطلع من هو اللي بيصدر البطاقات الزراعية وبيوفرها للمزارعين، هو اللي بيعمل التركيب المحصولي لكل موسم، وعلى أساس التركيب المحصولي بنحط كل احتياجاتنا من مدخلات الإنتاج للمزارعين. لو سيبنا قطاع الإنتاج، قطاع الإدارة المركزية لشؤون المديريات، هنخش على الإدارة المركزية لشؤون التعاون الزراعي. يعني حضرتك بتستعرض الإدارات المركزية التابعة لهذا القطاع؟ بالظبط كده. تمام. الإدارة المركزية لشؤون التعاون الزراعي طبعا بتهتم اهتمامها الأول بكل الجمعيات الزراعية بمختلف أنواعها. تمام. سواء جمعيات نوعية أو جمعيات محلية. من مشتركات، من مركزيات، من جمعيات محلية. وبتعمل على تعظيم دور الجمعية الزراعية في خدمة المزارع. تمام. بتحط خططها برضو، بتتابع توريد القمح، يعني هي في غرفة عمليات موجودة توريد القمح في شؤون التعاون الزراعي. بتتابع حركة الأسمدة من الجمعية العامة للائتمان ومتعددة الأغراض والجمعية العامة للإصلاح والاستصلاح، بحيث تشوف مدى توفير الأسمدة وتتبعها لوصولها من المصانع ومن الشركات إلى الجمعيات التعاونيه الزراعيه. تمام. بجانب كده بتعمل على رفع قدرات اعضاء مجلس الاداره. بنعمل برنامج تدريبي لاعضاء مجلس الاداره، ودي يمكن يعني اول ما توليت المهمه طالبت بيها، عشان يرفعوا مهارات مجلس الاداره. مجلس الاداره ده هو المسؤول عن الجمعيه، هو اللي بيدير الجمعيه، هو اللي بيختار مدير الجمعيه، هو اللي بيبص على الدوله المستنديه، هو اللي بيعتمد، هو اللي معاه الختم، رئيس مجلس الاداره. فلازم المسؤول يكون عنده خبره، لازم يكون عنده خبره ويكون مهيئ للتعامل مع المزارعين في اطار سياسه وزاره الزراعه. لو طب يعني بمناسبه التدريب والخبره، هل حضرتك شايف انه المشاكل والمعوقات اللي كانت موجوده في الجمعيات الزراعيه قبل ذلك دي راجعه لعدم خبره اعضاء مجلس الاداره وعدم فهمهم الحقيقي لوظيفتهم؟ احنا مش هنقول كل اعضاء مجلس الاداره، لكن احنا بنقول ايه، ان بعضهم ما كانت المشاكل مش في كل الجمعيات، في بعض الجمعيات بعض اعضاء مجلس الاداره بيخش ان هو عضو مجلس اداره، لكن دوره ايه، مسؤوليته ايه جوه الجمعيه. يعني هو بيخش وبينتخب وبينجح، بعد كده دوره ايه؟ طب ايه مهامه؟ ايه اللي ليه واللي عليه؟ ما بيكونش يعني ملم بالامور ديت. تمام. ما بيكونش في اي واحد بيخش جديد في اي مكان، المفروض بيعرف المكان وبيتدرب على ازاي يعني يعمل في هذا المكان. مفتقد التدريب طبعا، مفيش الكلام دوت. فاحنا قلنا لا، يبقى لازم الناس تتدرب عشان يعرف ايه اللي ليه واللي عليه. طب آلية التدريب دي ازاي يا دكتور؟ آلية التدريب برنامج زمني بيتعمل على مستوى كل المحافظات. البرنامج الزمني ده في بند للتدريب في الجمعيات المركزية. وفي بند للتدريب في الجمعيات المشتركة. بنستغل بند التدريب ده في تدريب، وبنجيب ناس سواء مديري الإدارات العامة اللي موجودة في التعاون الزراعي، بنجيب حد من الاتحاد التعاوني، بنجيب ناس أساتذة الجامعة ملمين بموضوع التعاون الزراعي، ناس من مركز البحوث الزراعية، بيخشوا يدربوا مجالس الإدارات وأعضاء مجالس الإدارات، بحيث يهيئوا إزاي يتعامل مع ويطبق سياسة الوزارة، سواء في توزيع الأسمدة، يبقى مراقب عليها ازاي، يتابع الدورة المستندية ازاي، يحل مشكلة المزارع ازاي، يتعامل مع المزارع ازاي. المزارع ده ما هو اللي انتخبه، فهو المسؤول عنه. تمام. والمزارع إذا لقى عضو مجلس الإدارة مش هيأدي دوره، هو مش هينتخبه المرة الجاية. تمام. هيقول لك أنا غلطت إن أنا انتخبته. فإحنا بنغير المهارات ديت والسلوكيات دي، سواء عند أعضاء مجلس الإدارة أو توعية المزارع، إن أنت اللي بتختاره ده لازم يكون الشخص المناسب اللي يخدمك. انت مختاره ليه؟ مش وجاهه، هي خدمه، فلازم يخدم الجمعيه ويخدم المزارعين. طيب يعني معلش خليني نسترسل في هذه النقطه لانها الحقيقه مهمه طبعاً. جدا مهمة. هل حضور هذه الدورات اجباري لاعضاء مجلس الاداره؟
احنا بنعمل برنامج تدريبي. ايوه. وبندعو اعضاء مجلس الاداره وهم معظمهم ما بيرفضش يعني بيحضر. ولكنه يعني مش اجباري. لا مش اجباري، هو واحد عنده عذر ولا حاجه، لكن مين هيرفض ان هو يعني مهمه ليه ان هو يروح يتعلم ويبقى ما هو داخل ليه؟ هو اساسا داخل ليه؟ ما هو لو ما عندوش استعداد ان يتواجد في التدريب يبقى ما عندوش استعداد ان هو يعمل في ما هو حضرتك عارف انه في نسبه كبيره منهم كده يعني بتبقى داخله مجلس اداره. وخلينا نتكلم بمنتهى الصراحه والشفافيه من اجل انه يبقى عضو مجلس اداره او رئيس مجلس اداره الجمعيه وفي ايده صلاحيات ويقدر يعمل وكذا، لكن ده بعضهم مش كلهم يعني. والله يا دكتور، فاحنا عاوزين نقضي على النقطه دي يعني، عاوزين لان النقطه دي مهمه جدا عشان المواطن يشعر، عاوزين نشعره ان انت المفروض تخدم يعني. عاوزين نتخلى بقى عن حته الوجاهه وكذا يعني. القطاع الخدمات اسمه قطاع الخدمات الزراعيه والمتابعه الميدانيه. فالمتابعه الميدانيه انا بنزل بتابع في المحافظات. انا لحد دلوقتي ما دخلتش مديريه الزراعه. انا لما بنزل محافظه بخش جمعيات. الجمعيات. تمام، ده شيء رائع. فلقيت فعلا في اعضاء مجلس اداره موجودين، رؤساء مجلس اداره موجودين في الجمعيات، وما كانوش يعرف طبعا انا رايح. موجودين ومعاهم الختم وبيحلوا مشاكل الناس وبيساعدوا الموظفين في تسليم الاسمده. طب كويس. لان يعني مش كل الناس نقدر نقول ان هم مش عارفين دورهم. لا ما احنا لا نعمم يعني. في طبقه واعيه جدا ونبيهه جدا وبتاخد وبتماس وبتناقشني لما بروح بيناقشني في حاجات يعني. طب في كذا عايزين نعمل كذا مثلا، الارض الفاضيه دي عايزين نعمل فيها حاجه، عايزين نصور الجمعيه. واعي واعي وحريص على مال الجمعيه. وده شيء جيد جدا. طيب نستكمل الادارات المركزيه، لكن انا عايز اقول لك ان الاداره هي الاساس. طبعا يعني لازم الاداره هي الاساس، مفيش. لو سيبنا مثلا التعاون الزراعي، طبعا التعاون الزراعي فيه التسويق طبعا من اساسي، ولذلك هو بيتابع عمليه التسويق سواء للقمح او لاي محاصيل اخرى. لو سيبنا الاداره المركزيه للتعاون الزراعي هنخش على الاداره المركزيه للفحص واعتماد التداول. دي من الادارات المهمه جدا اللي هي بتحدد بقى ايه مدى نقاوه وصلاحيه التقاوي للتوزيع للمزارع. تمام. فانا لو طلع من عندي تقاوي قمح معتمده ومنتقاه وبتتباع من مصدر موثوق منه زي الاداره المركزيه للتقاوي من خلال منافذها في المديريات. تمام. لو مثلا لو في القمح انا بقول لك مثلا مثل يديني قرض دبين زياده عكس ما المزارع بيتقي من بيته. لو هو عمل كده مع توصيات فنيه من خلال الارشاد الزراعي مع نقول يعني ايه اتقان عمليه الري واتقان عمليه المقاومه، نقول مش هنقول بقى المقاومه بالمبيدات، لا انا بقول له المكافحه المتكامله. المكافحه المتكامله والحيويه. يعني الحاجه اللي ما استخدمش فيها مبيدات لو نظف هو الحقل بتاعه، لو حط مثلا ملصقات عليها شويه صمغ كده تجمع الذبابه مثلا او المنه او اي حاجه طايره، لو مثلا عمل شويه سولر حوالين الحقل كل شويه، لو نظف الحقل من الحشاش، حاجات غير مكلفه. غير مكلفه. لو عمل التوصيف ده كله انتاجيه الفدان هتزيد اكيد. ومعنى انتاجيه الفدان هتزيد يعني الدخل هيزيد. طبعا ده اللي يهم المزارع. تمام. فاداره فحص واعتماد التقاوي يعني مهمه جدا. ولذلك هي السنه دي في القطن بالذات بدات بان انا مش هنزل اي بذره فيها نسبه خلط. لا، وهحدد المساحه اللي انا هحددها وهحدد ميعاد زراعه، معالي الوزير طلع ميعاد زراعه محدد 30/4 علشان التقاوي اللي هتطلع من الاداره المركزيه هي المستهدف زراعتها في مساحات القطن. عشان احافظ على القطن من التدهور طبقا لما طبعا لما مر في الايام اللي فاتت. الكلام ده بيحصل طبعا فين؟ في الاداره المركزيه للتقاوي للفحص واعتماد التقاوي في كل المحاصيل، مش في القطن بس، كل المحاصيل قمح ذره قطن كل المحاصيل. قدرت اداره الفحص واعتماد التقاوي انها تاخد اتفاقيه الابوفا ومصر يتوافق عليها اللي هي حمايه الحمايه النباتيه للاصناف. الحمد لله اتوافق عليها، ودي بتفتح مجال كبير جدا لحمايه الاصناف النباتيه في مصر، وان العالم بقى خلاص هيستقبل منك الصادرات بتاعتك وهو مطمن. تمام. مفيش مشكله ان شاء الله.
هطلع من فحص إدارة فحص واعتماد التهاوي لإدارة خطيرة جدا ومهمة جدا، وهي الإدارة المركزية لحماية الأراضي. تمام. طبعا الإدارة المركزية لحماية الأراضي إدارة المفروض إن هي بتحمي الرقعة الزراعية والأراضي الزراعية في مصر. بجانب كده انها تواجه التعديلات على الاراضي الزراعيه، بتنفذ الازالات من خلال التنسيق مع الوحدات المحليه ومع جهاز الشرطه. تمام. بجانب كده ان هي بتوافق على مشاريع النفع العام اللي هي الصرف الصحي او المدارس او الحقيقه حضرتك قبل ما تتكلم على الاداره المركزيه لحمايه الاراضي كنت تتكلم على التعاون والجمعيات التعاونيه. في حالا تصريح من معالي الوزير الاستاذ دكتور صلاح هلال وزير الزراعه واستصلاح الاراضي على التلفزيون المصري بيشيد فيه بدور التعاونيات الزراعيه واهميه هذا الدور. الحمد لله. الحمد لله. دي الشهاده يعني اعتذر بيها معالي الوزير. اتفضل. هو لمس فعلا هو بيمر النهارده على فكره معالي الوزير موجود في محافظه المنوفيه بالظبط كده وبيتابع وبرضه بينزل الجمعيات الزراعيه وهو اللي بينادي بان كل المسؤولين ما يقعدوش في مكاتبهم وينزلوا الجمعيات الزراعيه. تمام. علشان الجمعيه الزراعيه ديت بيت الفلاح. هتقابل الفلاح فين؟ انا هقابله في الاداره الزراعيه مش هيحصل. هقابله في مديريه الزراعه مش هيحصل، لكن هقابله فين؟ في بيته. بيته ده اللي هو فيه بقى في حيازته. ملكه. هو اللي بياخد منها الشهادات عشان القروض لو عايز قروض، هو اللي بياخد تأويه، هو اللي بياخد، فطبعا دي مكانه. فانا عشان اقابل الفلاح، اي مسؤول في وزاره الزراعه عايز يقابل الفلاح وبيشتغل الفلاح زي ما بيعمل مع الوزير زي ما بنعمل احنا كده ينزل الجمعيه الزراعيه. تمام. هو ده اللي احنا بننادي بيه. هو ده الاساس بالظبط كده. ومثال الفلاح حس ان في تواصل بين وزاره الزراعه وبين الفلاح كان مفقود في الفتره اللي فاتت يعني. الحمد لله. نستكمل حمايه اداره حمايه الاراضي طبعا اداره خطيره جدا. عايزه ناس امنه، عايزه ناس يعني اول حاجه تتقي ربنا. ده رقم واحد. الحاجة التانية ان يكون يعرف يعني ايه نزاهة ويعني شفافية. يعرف يعني محايدة. يعرف يعني انتماء. يعرف يعني انتماء. دي مهمة جدا. انتماء. يعرف يعني انتماء ونزاهة وشفافية. بالظبط. وضمير. لذلك اي فاسد في حماية الاراضي احنا ما بنسكتش عليه وبياخد جزاءه مباشرة سواء نيابة عامة يعني باي طريقة من الطرق، بس ما نسيبش حد منه. فهي إدارة خطيرة جدا لأنها بتوافق على مشاريع النفع العام زي ما بقول لك، حفر آبار بترول، مدارس، صرف صحي، مساكن للفلاح، مسكن للفلاح، كل ده مسؤول عليه حماية الأرض، رصد التعديات على الأرض الزراعية، إزالة التعديات في المه، إزالة التعديات عن طريق الحملات المكبرة، كل ده مهم جدا. اللي احنا ماشيين فيه بقى انا مش دوري ان انا اقول ايه الشرطه ما بتطلعش. لا، ما انا مش هام مع الشرطه بقى خلاص، بطلنا الكلام ده. الشرطه ما بتطلعش، روح قابل السيد المحافظ، روح قابل مدير الامن. واثق تماما ان مدير الامن والسيد المحافظ هيساعده في خروج الشرطه. هي دي للاسف يا دكتور حسن، للاسف الشديد كانت الشماعه اللي دايما احيانا يعلقوا عليها تقاعسهم وعدم تحركهم للقضاء على الازالات. سيادتك احنا الفترة اللي فاتت انا يعني بتعليمات طبعا توجيهات مع الوزير نزلنا محافظة الشرقية، نزلنا محافظة المنوفية، نزلنا محافظة الدقهلية القلوبية، نزلنا محافظة البحيرة، نزلنا محافظة بني سويف، يعني دي المحافظات اللي هي كانت الإزالات فيها واقفة. بعد ما نزلت والناس نزلوا معانا بتوع الوزارة اتحركت الدنيا. طب ليه؟ طب ليه؟ طب ما تتحرك من غير ما حد ينزل لك يعني. فزي كان يعني بنادي كل الساده مديرين مديريات ان هو يقبل على المحافظ ويبقى العلاقه بالمحافظ قويه جدا ويشرح له وضع الازالات ايه بالظبط، ويشرح له ان مثلا الامن محتاجينه. الامن ما بيتقاعدش ابدا، والامن عمره ما بيقول لك لا ما بطلعش. الا اذا انت بقى ايه ما بعتلوش، ما انت ما بعتلوش طبعًا. او ما بتلحش عليه طبعًا. طب هيطلع ليه؟ هو عنده مسؤوليات تاني في ظل الظروف اللي احنا فيها طبعًا. عنده مسؤوليات. فانا بقول يعني ان لازم مدير المديريه هو المحرك الاول للازالات وتنفيذ قرارات الازاله وحسم
او نقول ترشيد التعديات على ارض الزراعيه سواء في المهد سواء. وبعدين بقى ايه احنا بطلنا بقى حكايه احنا بناخد بقى في السكك يعني نقول ايه ناخد في الطريق العمومي علشان الوجهه علشان الناس ترضع لا احنا دلوقتي بنخش القرى بقى خلاص بقى لان احنا ده كان المفروض من زمان معلش هو من زمان مرورنا في الجمعيات لقينا ان نسبه الازالات في الجمعيات ضعيفه جدا وفي جمعيات لا يذكر فيها ازاله فاحنا بدانا نركز لا خش بقى الجمعيه وابتدي نفس في القرى ما تنفس بقى على الطرق العموميه فقط لا نفس في القرى. طب دكتور حسن بعد اذن حضرتك بمناسبه ازاله التعديات هل هناك اي نوع من التصالح في اي تعديات مهما كان حجمها؟ ما وصلناش اي تصالح ولا في اي نوع من التصالح في التعديات على الاراضي الزراعيه. اذا جميع التعديات على الاراضي الزراعيه حتى الان سوف يتم ازالتها. طبعا طبعا يعني اذا المساله مساله وقت. ده مش التعديات بس ده دلوقتي احنا بنعمل حاجه اسمها محاضر التقسيم. يعني ايه محاضر التقسيم؟ يعني واحد عنده مثلا فدانين بدا يقسمهم تمهيدا لبيعهم والتعدي تمام انا بحاسبه هو وبعمل محضر لمين؟ للي بيتعدى وببلغ عليه الضرائب العقاريه عشان تحصل منه. الكلام ده مهم جدا ناخد بالنا منه. لازم الناس الكلام ده مهم جدا ناخد بالنا منه عشان مش عاوزين اي مسؤول كمان يصرح تصريحات غير مسؤوله. لان احنا سمعنا كلام من احد الساده المسؤولين في هذا البرنامج انه سوف يتم التصالح على بعض التعديات اللي هي تم طبعا تسكينها وادخال المرافق ليها ويعني فاحنا بناكد على لسان الدكتور حسن طبعا انه هذا الكلام مش موجود على الاطلاق. ما فيش تصالح على الاراضي الزراعيه ولا التعدى على الاراضي الزراعيه. لكن هو حتى لو كان حتى لو كان المبنى المقام دخلت له المرافق حتى لو كان ده مخالف تمام ده مخالف. طيب استسمح حضرتك ناخد اولى المداخلات. معانا مين يا شباب؟ معانا احمد علي احمد من الداهليه. الو احمد جريده اهلا وسهلا. ازيك يا باشا؟ اتفضل. انا عايز اتكلم كلمتين للدكتور حسن. اتفضل يا استاذ. اتكلم من نسبه مجلس الاداره. انا كنت قاعد في مجلس اداره جمعيه وبعدين شفت اخطاء كبيره عندنا مصنع الاف متعطله وعندنا برضو في سلبيات وفساد في الالبان وفي المزرعه عندنا خسرنا 200,000 وعندنا من مخزن بقى له 30 سنه قاعد وعنده معارف وعندنا المنحى كان بيجيب 400 كيلو قاعد بيجيب 100 كيلو من الاحمال اللي فيه يأملوا فيه تيجي لجنه من مديريه وهو المنحى فوق في الدور الثاني في الجمعيه ويقوم قافلين الباب ويخلي الدنيا تطلع تشوفه ويقول لك المفتاح مش لاقيينه وراح. يعني في دي جمعيه ميت العامل يا حاج احمد ها؟ الو ايوه جمعيه ميت العامل في اجا. تمام. المهم انا جيت اتكلم في الموضوع ديت وجبت لجنه وشافت الفساد وجيت اتكلم كلمتين. المهم زي ما في ناس تعدت على الجمعيه خدت قطعه ارض من الجمعيه. تمام. وسابوا الناس اتعدت عليه. المهم من زعل ما حدش يسمع كلامه في اسم من اعضاء اسم الاعضاء في الجمعيه خلوا المتعدي خد حته قطعه ارض من الجمعيه في اسم الاعضاء. قال شفت تعبت قمت انا مقدم كلمتين في ورقه وسبتها لهم. ثاني يوم لقيت خدوه على شالني من العضويه في يوم واحد. شالوني في ثانيه مش مدير الاداره شالني في ثانيه في يوم واحد شالني. جت اروح له ثاني يوم قال لي مالكش حاجه عندي وخلاص انت كلمت كتبت كلمتين خلاص. فاني بس قلت بحمد جمعيه وعندي انتماء لجمعيتي شالوني في يوم واحد. ودي ينفع انا كنت من 15 عضو كنت طلع الثاني في الاعضاء. طيب من 15 عضو طلع الثاني في الاعضاء. طيب يا حاج طيب يعني ازاي يعمل لي كده وفي فساد في الجمعيه وفي ما هو يا حاج احمد غلطتك انك قدمت استقالتك. ما ينفعش اي يا حاج احمد ما ينفعش اي واحد شايف فساد يبقى يتخلى عن موقعه. احنا عاوزين نحارب الفساد. تحارب الفساد وانت موجود في مكانك. تحارب الفساد اللي موجود في الجمعيه وانت ما زلت عضو في الجمعيه. لكن انت قدمت استقالتك فهم حتى الفاسدين ما صدقوا خلاص ده قالوا لك خلاص مع السلامه. لا واتكلم بعد ما طلع. فيعني نرجوك فعلا المفروض انك انت وده لجميع المواطنين ولكل الاعضاء اعضاء الجمعيات. يعني ما ينفعش انك انت بمجرد في سلبيات او مخالفات تتخلى عن موقعك.
دكتور بكر رئيس الارشاد كان موعود ان يجي عنده النهارده تشوف الموضوع. قال انا هاجي لك يا حاج احمد والدكتور شبراوي هيجي. ما جوش يا دكتور، ما جوش. مش انت قايل لهم يوم الاربعاء اروح لحد احمد؟ ما جالوش. ده في الدقهليه بقى، مش في الدقهليه. دكتور بكر ما مرضوش يجي، الدكتور شبراوي ما رضوش يجي يخليه يجي عندي. طيب طيب احنا يعني ايه؟ ما رضوش يوريه الحاجات اللي عندي، وخده وداه في بلد ثانيه. طيب هجي لك انا يا حاج احمد. طيب الدكتور حسن المسؤول عن كل هذه المشاكل. انا قطع اظرفك من زمان يا دكتور حسن، ما رضوش يدوني رقمك. قال له مسؤول كبير وممنوع الرقم. يا حاج احمد، يا حاج احمد، معروف هنا في المنيا. سيب بياناتك في الكنترول، والدكتور حسن بنفسه مكتبه هيتصل بحضرتك وهتبص تلاقيه عندك جوه الجمعيه ان شاء الله. بنشكرك حاج احمد. الحقيقه الحاج احمد يعني بيثير المشكله دي من فتره يعني، بس هو مشكلته ان هو شاف فساد، شاف مخالفات، قدم استقاله. انا ما اقدرش اقول حاجه غير ان انا هبعت لجنه للجمعيه بكره وانا هروح بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله اشوف الحكايه ايه يعني. ان شاء الله ان شاء الله. طيب نستكمل الحديث عن ازاله التعديات. زي ما بقول لسيادتك، في بقى محاضر التقسيم. محاضر التقسيم ديت يعني مهمه جدا واحنا بنفعلها. في برضو هل محاضر التقسيم ده يا دكتور حسن كانت موجودة في القانون قبل كده؟ كانت موجودة للأسف، وما حدش بيستخدمها. محدش كان بيستخدمها. بس الحمد لله احنا يعني فعلناها الفترة الحالية يعني. الحاجة المهمة جدا بقى ان احنا بنستبعد المساحات المتعدى عليها، بنستنزلها من المساحة الكلية بتاعة المزارع، وبنصرف الكيماوي على او الأسمدة على المساحه المنزرعه فقط، المنزرعه فعليا. المنزرعه فعليا تمام. ده بنعمل بقى حاجتين، سجل اتنين خدمات وفي سجل اتنين خدمات مساعد. المساعد ده بقى ليه؟ لان انا ما بقدرش العب في حيازه المزارع في سجل اتنين خدمات. لان ده مش قانوني ان احنا نلعب فيه. لكن سجل اتنين خدمات مساعد ده هو اللي بستنزل منه، وبقول للمزارع انت تعديت على مثلا على اراطين، مش هتاخد كيماوي للاراطين، مش هتاخد اسمده، مش هتاخد اي حاجه للمساحه دي. ده برضو اللي من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها عشان نقاوم او نمنع نرضع المتعدي. التعدي بالظبط كده. بالظبط كده. طالبنا ببرنامج زمني على مستوى المحافظات كلها. ده حضرتك عملت ده بمجرد ما توليت على طول. برنامج زمني اسبوعي، تنسيق بين مديريه الزراعه وبين المحافظ وبين مدير الامن، على اساس تطلع حملات مكبره كل اسبوع ويتم ازاله التعديات. برضو قلنا للناس لما يجي تزيل ومثلا ما تضربش مثلا، ما تبقاش ازاله جزئيه، ما تمضيش عليها. عايز تعمل ازاله كليه، امضي على الازاله الكليه. لكن ده الجزئيه دي بقى، ده الازالات الجزئيه دي كتيره جدا يا دكتور. ما احنا قلنا بقى ما تمضيش عليها. ده بالعكس، ده انا اقدر اقول لحضرتك عليها ازالات سينمائيه تلفزيونيه، حاجه زي كده يعني. يعني بنشوف المبنى قائم مثلا والعمود كده مضروب من الجنب وخلاص، وقال لك خلاص ان تم الازاله. بالظبط. دي ازالات تلفزيونيه على فكره، مش جزئيه. هو بس طبعا. انا عايز اوضح حاجه يا دكتور حامد. يعني هما ثلاث جهات بيطلعوا في الحمله. مين رئيس الحمله؟ رئيس الحمله هو رئيس الوحده المحليه، ده رقم واحد. دور وزاره الزراعه في الحمله الارشاد للمخالفه. طبعا. لان انا عامل اجراءاتي وانا اللي مطلع قرار الازاله من خلال السيد المحافظ. فانا بقول له اهو المبنى ده عايز يتزال. تمام. تيجي الوحده المحليه دورها ايه؟ معداتها برجالتها تخش تزيل. خلاص انا وريته المكان. هو يزيل. احنا بقى بنساعدهم في الازاله كمان. يعني بنقول ما نوقفش نتفرج. بمعدات وزاره الزراعه. بمعداته بنجيب من جهاز تحسين الاراضي. تحسين الاراضي تمام. بناء على طلب رئيس الوحده المحليه ونودي المعدات. دور الشرطه بتامن المكان، المكان عشان الحمله تشتغل براحتها. تمام. فوزاره الزراعه دورها في الازاله نفسها ارشاد فقط لا غير. بالظبط. ورغم ذلك يا حبيبي ايه بقى؟ لو انت لقيت بتاع الوحده المحليه بيتقاعس في الازاله وعمل ازاله جزئيه، ما تمضيش على المحض. طيب واعترض. استسمح حضرتك، معانا كارم محمود من الجيزه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب، ومشي على الاستاذ حسن. اهلا بيك دكتور حسن الفولي، اتفضل. على فكره يا فندم، احنا عاوزين الفساد نبتدي بيه من تحت مش من فوق، واحنا احنا عاوزين الفساد نقطعوه من تحت ونحطه، لان الفساد
مش في الناس اللي هي الكبيره بتقولها. الفساد عندنا في الناس الصغيره من تحت. والله يا حاج كارم احنا عاوزين نقضي على الفساد من فوق حاجة. او من تحت او من الجنب، من اي مكان نقضي على الفساد. يعني لو في فساد فوق نقضي عليه، في فساد تحت نقضي عليه، مش قضيه يعني. يعني اذا كان في فساد فوق وبنقضي عليه كويس، واحنا كان عندنا فساد فوق وتقضى عليه، خد بالك يعني. ماشي يا فندم. انا عندي مشكله في الجمعيه الزراعيه عندنا. جمعيه ايه يا حاج كارم؟ جمعيه الاصلاح الزراعي في حاجه بمنشيه الاراضي. الاصلاح الزراعي بايه؟ بمنشيه الاراضي. قريه الحاجر بمنشيه. بمنشيه القناطر الحاجر، تمام. قريه الحاجر. في نفس الجمعيه دي يا فندم. تمام. دلوقتي يا فندم، هل القانون يقول ان راجل يكون عضو مجلس اداره في الجمعيه وشغال في الاوقاف وعنده فرنين عيش باسمه؟ عنده رئيس مجلس اداره في الجمعيه وعنده مشغال في وزاره الاوقاف بيقبض منها مرتب وعنده فرنين عيش باسمه. بس هو رئيس الجمعيه واخوه امير الحوض وابنه محامي، حضرتك يعمل له محضر اللي هو يعمل له مصالحه مع الناس، الواحد يبدا يقولوه عشان تبدا ياخدوا منه فلوس ويجي يروح المحكمه، حضرتك يروح عامل لابنه ورق اللي هو يطلع المتهم اللي طلع الارض الزراعيه ده بالمصالحه اللي حضرتك بنتكلم عليها ديت مع الوحده المحليه ويعملها له ويطلع الراجل براءه. طب يا حاج كارم، بعد اذن حضرتك، موضوع ان هو عضو مجلس اداره ملوش علاقه بانه موظف في الاوقاف وعنده كذا وعنده كذا، ده موضوع تاني. صح يا دكتور حسين؟ اولا العمل في مجلس الاداره عمل تطوعي مش وظيفي. ده راجل منتخب مجلس اداره عشان يؤدي خدمه للمزارعين. ما بياخدش مرتب عليه. دي رقم واحد. رقم اتنين، لو في مخالفات، لحظه، لو في مخالفات بينك وبين اي شخص اخر والموضوع في القضاء ارجوك ما تدخلناش فيه. لا لا لا، انا ماليش دعوه بالقضاء، انا ليا دعوه بقول لحضرتك. انا حضرتك جبت لي كتير في القضاء دلوقتي. انا بقول لك والدي محبوس بسبب هم عملوا له معطل، كان مترشح للجمعيه والراجل بينفذ ورابينا في حكم القضاء ورابينا. انا بقول لحضرتك انا على جيت مشاكي في التفتيش العام وشاكي في الرقابه وشاكي في تمام كويس. تمام، ما هو ده حكم بقى، ده حكم قضائي احنا لا نتدخل فيه. ان هو هيكون موظف في الاوقاف وفي نفس الوقت عنده فرنين عيش، يعني في واحد بيتقاضى ثلاث مرتبات من الدوله وفي واحد مش لاقي ربع مرتب. هل دي النقطه اللي انا بتكلم فيها؟ هل يجوز ان هو يبقى رئيس الجمعيه واخوه غفير الحول والخمسه مع بعض شغالين مع بعض في الجمعيه من عيله واحده وبقى له 30 سنه او 40 سنه من عمه لابوه لهو طيب يا حاج كارم، يعني احنا بنشكرك وهنسمع يعني وجهة نظر الدكتور حسن في المشكلة دي. بنشكرك جدا، وسيب بياناتك في الكنترول. معانا الحاج محمد حسين من الأقصر. ألو. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي ضيفك الكريم. والله أنت كنت في الجمعية وحصلت مشاكل، يعني مشاكل كتير. أنا بعيد من المشكلة دي لأن ما بطلعش أنا الخلفة الخامسة. الخلفة الخامسة بتاعت القصب الوزاره منعت تديها السماد، رغم هذا ان هي محصوله قائم في الزرع وبياخد سنه. لكن حتى في مشاكل بين المزارعين، كنت في الجمعيه، مشاكل بين المزارعين والمشرفين ورئيس الوحده. وازاي مشاكل زي ايه يعني؟ ما عايزين يصرفوا الخرفه الخامسه، ما فيش الوزاره منعت الخرفه الخامسه من القصب. وانت عارف سعادتك المزارع زرعها زرعها وبقت واقع، محصول هياخد سنه. المزارع هيشتري لها بالسوق السوداء، مش هيش يعني مش هيشتري الكميه اللي هو هي سنه اصلا، يعني هي بتمر سنه. يعني امر واقع، يعني الخلفه الخامسه. لا، ما احنا يا حاج محمد ارجوك، احنا مش عاوزين نقنن المخالفه تبقى امر واقع. مش مخالفه هي، هو احنا كنا يعني احنا عاوزين برضو المزارع يا جماعه يلتزم بالتعليمات ارجوكم. في الحاله الماليه بتاعت المزارع انت عارف. ما هو يا فندم، يا حاج محمد، يا حاج محمد عاوزين انا وانت والدكتور حسن وكل اللي سامعنا نكون مع مصر، نكون مع البلد. ده يحصل ازاي؟ ان احنا نتبع التعليمات، نتبع القوانين واللوائح. ما ينفعش انا اعمل حاجه مخالفه
وبعدين اطالب الوزاره اقول لها ده بقى امر واقع، انا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز سماد، ما ينفعش. طب ما هو اصلا مزارع، ما هو يا حاج محمد. طب يا حاج محمد حضرتك موافقني على الكلام اللي انا قلته ولا لا؟ ادانا القصب من اللي تحت وتجهز لو تسويه. طب يا حاج محمد، يا حاج محمد، حاج محمد، يقول لك السنه دي حصل تحصيل بالنسبه لي هي المكسب بتاعي يا حاج محمد. انا ما بعملهاش، انا بك انا ثلاث الغرز وثلاث خرف وخلاص. طب حضرتك يعني موافقني على الكلام اللي انا قلته؟ انا معاك. طيب خلاص، ما دي ثقافه. انا معاك حضرتك، الثقافه ايه المفروض نغيرها بقى، احنا نغيرها وحضرتك تغيرها عشان عارف الصح، وده دورنا. دورنا أنا كلنا. أنا يعني قلت له انا هبدا احل المشاكل، قلت له انا شخصيا غرز وثلاث خلاف. هو حتى لكن في ناس كده يقول لك انا ايه، لا سيبك من الناس دي. لا الناس دي، الناس دي، الناس دي لازم تفهم الصح يا حاج محمد. ما بقى دخلنا الارشاد الزراعي بقى وبتاع. طيب لا لا هم، خد بالك يا حاج محمد، هم الارشاد الزراعي وهمنا وهمك وهم كل مواطن عارف الصح، خد بالك ده دورك برضو يا حاج محمد. المشكله الثانيه في تعديات لا حال طريقه في مركز الرمل. تعديات احنا لسه بنتكلم اهو في التعديات. والله اتكلمتوا فعلا تعديات بطريقه صارخه كده، يعني ايه كل يوم تلاقي فدان تبور، وانا كمزارع لو جنبي جنب فدان خلاص بقع شويات جنبي. واخد بالك الناس عاملاها كده صور وصور وصور، ما فيش حتى تفعيل للازاله يعني حتى الازاله ما تيجي يخربش خربيش بتاع اللوزر ويمشي. ايوه ما احنا لسه بنقول هذا الكلام، حديد زالة حتى سطح الارض وعادة الشيل اصلا. تمام. ولو عملوا مره واحده بس كل الناس هتخاف. احنا معاك في في في, في الكلام ده يا حاج محمد. يعني في ارضات الحيط العمليه الصارخه، وانا كمتضرر واخد بالك ناس عشوائيات جنبي. تمام. يعني في فدان لو عملوا راي غتبوا بيجي عشوائيات جنبي، خلاص ما انا مش عارف نطلع. تمام. انا مضطر نبيع ولا مش هنبيع، انا قاعد يعني هذا الموضوع. ان شاء الله. ممكن كده يعني الحمد لله وربنا بيرزقك انك بتظهر مشاكل وسلبيات. لا احنا تحت امرك وتحت امر المزارعين. وده واجبنا يا حاج محمد. افضلك بشوف شخصيا انك اتصلت بيا امبارح بريد الغرق الشخصي. لا لا. عشان تبعت المشكله ما بتاعت معايا والله. ده واجبنا، ده واجبي يا حاج محمد، بنشكرك بنشكرك. معانا عاطف عبد العزيز من الشرقيه، الو. اهلا دكتور حال. اهلا بحضرتك. كنت كلمت قبل كده سيادتك على قصه الحيازه اللي اكثر من 25 فدان ما بتصرفش الا لغايه 25. كنت اتكلمت وما اتكلمتش معاك. والدكتور حسن كنت كلمته يوم الاجتماع بتاع الجمعيه العامه على نفس المشكله دي، لان دي مشكله كبيره. كان الدكتور علي اسماعيل خد قرار عن تاني كده وعمله. الارض دي بتاعت مصر، وما وانا زرعها قمح حوارك الكميه بالكامل. ازاي يمنع لهم الحيازه دي؟ يعني لازم نقعد ونتلاعب واجيب واحد ياجر له. ما هو بدونا بدون فرصه ان الفلاح يتلاعب، او ان اخلي امين المخزن يسرق عشان يبيع لي. يعني انا في محافظه شرقيه ما فيهاش اسلوبه حره. صح. اجيب منين؟ انا كلمتك يا دكتور حامد على الموضوع ده. انا اجيب اسلوبه منين؟ هساعد الدنيا؟ انا ولا الراجل تعويني قيادي ما اسمعش على الكلام ده. انا كلمت الدكتور حسن قبل كده وانا عملت ليه مذكره واثنين وثلاثه، روح فين يعني؟ ما هو القرار ده يا حاج عاطف كان من القياده المسؤوله السابقه، لكن هنشوف هل تم تغيير هذا القرار ولا لا. لا ما اتغيرش يا دكتور حسن. طيب انا اسمع. طب اسمعنا يا حاج. طب هنسمع الدكتور حسن، هنسمع. في مشكله تاني؟ في مشكله تاني يا حاج عاطف؟ لا لا. طيب احنا بنشكرك وسيب بياناتك في الكنترول وهنسمع رد الدكتور حسن. اتفضل يا دكتور حسن. هو حاج عاطف بس انا بطمنك، اولا القرار ده كان صادر من اللجنه التنسيقيه العليا للاسمده اللي كانت بقياده او برئاسه الدكتور علي اسماعيل. معالي الوزير بيغير تشكيل، بيغير تشكيل اللجنه ان شاء الله، ويصدر قرار بلجنه جديده. الحاجه الثانيه، احنا كان في قرار بمنع الاسمده الحره انها تخش الجمعيات الزراعيه. ودي عملت نوع من يعني زياده اسعار الاسمده الحره في السوق طبعا، واستغلال السوق بصراحه يعني طبعا. فكان قرار يعني ما كانش مدروس قوي. احنا الحمد لله خدنا قرار بان يرجع السماد الحر بموافقه مع الجمعيات، يرجع السماد الحر للجمعيات. فلحد بس يبقى دي هتخفف الازمه كتير. لحد ما ندرس حكايه ال 25 فدان للاراضي القديمه وال 50 فدان للاراضي الجديده اللي هي واخده بيها قرار اللجنه العليا او اللجنه التنسيقيه للاسمده. السماد الحر موجود، لو انت عايز ازيد من ال 25 فدان اشتري السماد الحر بالسعر بتاع الجمعيه.
يعني مش هيكون ب 200 جنيه بره ولا ب 170 وتروح تشتري من بره، لا انا وفرته في الجمعيه الزراعيه دلوقتي سماد حر، سواء للاراضي اللي هي مزروعه وغير مقننه، عايز يشتري سماد حر يشتري عشان الزرع. الحاجه الثانيه اللي يزيد عن ال 25 فدان يشتري سماد حر لحد بس ما نحل المشكله ونراجع النظر في موضوع. بس يا دكتور حسن، بالنسبه للمحاصيل الاستراتيجيه والمهمه زي القمح، يعني المفروض يستثنى يعني 25 ولا 50 ولا 200 فدان اديله سماد لانه بيزرع قمح. احنا فعلا يعني المفروض برضو يعني ان شاء الله يعني الموضوع ده مهم جدا يتم دراسته باذن الله ان شاء الله. معانا محمود محمد من الدقليه. الو. السلام عليكم يا دكتور حامد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضرتك وللدكتور حسن، وفي فرصه كبيره ان انا اكلم الدكتور حسن في البرنامج الجميل ده. ربنا يخليك. الحمد لله اللي هي تحولت القناه المفضله ليا عشان مشكلتي بتتحل. كويس. تحت امرك متشكرين. دكتور حسن، انا باختصار بقالي 5 سنين احترمت القانون. جميع الدوله اتعدت على الارض الزراعيه واقامت المشاريع واقامت المباني وانا احترمت القانون. جبت جميع الموافقات المطلوبة لإدارة حماية الأراضي بالدعمية لإقامة مشروع خاص بي من 5 سنين من 2009، والملف بتاعي مستعد لحضرتك تشكل لجنة لو في خطأ واحد أنا أرفض الملف بتاعي. جميع الموافقات، موافقة الهيئة العامة للبترول، موافقة الدفاع المدني، الأمن الصناعي، التموين، جميع الموافقات اللي هي اللي على الخريطة، الوحدة المحلية، كل شيء راحت لجنه حمايه الاراضي في عهد وكيل الوزاره السابق اللي هو المهندس انور سالم. قابلت الدكتور صلاح هلال الاول، كان طلع قرار بعد ما جبت موافقه الهيئه العامه للبترول في 22/10/2013، كنت اتاخرت لظروف خارجه عن ارادتي، طلع القرار اللي هو 18/36 اللي مشترك فيه شرط المسافه. قابلت الدكتور صلاح هلال، كان مدير مكتب شؤون الوزير اللي هو الوزير الحالي، وشكي او اتكلم الدكتور علي قال له لازم تشوف حل لمشكلته. كلم الاستاذ يوسف اللي هو رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي، رئيس الاداره المركزيه ده خلاص مشي، ده خلاص مش موجود دلوقتي، ما طلع معاش. ما اعرفش موجود مش موجود، اي اكسل موجود. انا ملف سليم سعادتك، انا ملف سليم. انا ملف سليم اللي هو الملف الخاص بمحطه البنزين. ايوه، محطه البنزين. تمام. المهم تعبت، جبت جميع الموافقات، اتعرض على لجنه حمايه الاراضي في 20/10/2014 وراح الاداره المركزيه. جه المهندس الدكتور شبراوي مسك الوزاره في 8/11/2014، مسك وكيل وزاره. محب شهر حمايه الاراضي طلب الملفات، الملف رجع له بالستيسه. ستيسه. المفروض الدكتور شبراوي ما يجتهدش في اي في ابداء راي بعد راي الاداره المركزيه الا اذا كانت مصلحه المواطن. نتيجه خلاف شخصي بينه وبين الموظفين حمايه الاراضي عشان اشتكوه اللي هو نقلهم، قام ماسك الملفات وهو جاي له في السيفه، وقام مطلع فيها اخطاء غير مؤثره ومحولها للنيابه الاداريه. قابلت السكرتير العام وعمل له مقابله خاصه بيني وبين الدكتور شبراوي، وتفوقت عليه بالقانون وبالاجراءات ومعاه مدير حمايه الاراضي. المهم سعادتك طلب السكرتير العام قال له ما تعرضش مصلحه المواطن للضرر وحول ملفه للاداره المركزيه في مصر. حوله وكتب فيه اللي هو الملف في النيابه الاداريه، كنت بحث في النيابه الاداريه. سعادتك هو الملف ده انا ايه ذنبي في اخطاء اداريه الموظفين انتخبوها؟ انت عندك استيفا وعندك ملف، الموظف يروح ويجي انا ماليش علاقه. المفروض انا تعرضت لضرر كبير جدا، وقسما بالله ركبت 3 دعامات في هذا الموضوع من 2009 ورمت 500,000 جنيه، قاطبت جميع المسؤولين على مستوى الجمهوريه ناقص رئيس الجمهوريه، ان شاء الله اوصل له، ان شاء الله من غير ما اضع اوصل له. ومش عايز اتحول لقناه ثانيه غير قناه مصر الزراعيه، لان جميع الاوراق والملف بتاعي سليم، وتعرضت لضرر كبير جدا بسبب الدكتور شبراوي وبسبب الوزاره وبسبب اللي انا مواطن ماليش واسطه. وسعادتك ابحث في اخر لجنه لحمايه الاراضي، واحد خد موافقه بنزينه في 10 ايام لا ينطبق عليه 18 سنة. ما هو كان في فساد في حمايه الاراضي يا حاج محمود، خلاص مش عاوزين نتكلم. انسى اللي فات، انسى اللي فات يا حاج محمود بعد اذنك. معاك نسخه من هذا الملف؟ ايوه معايا ومستعد اديها لك. لا، معاك نسخه من الملف كامله؟ اوراق كامله
طيب ممكن حضرتك بعد اذن الدكتور حسن تيجي وتقابل الدكتور حسن وانا ممكن هكون موجود ونشوف الملف ده؟ قوي حضرتك تبنتنا وروعي وانت حطيت البيك وحضرتك ما اتصلتش بيا دكتور حامد وانا زعلان جدا. لا ما لا ما, لا ما تزعلش كل اموالي. لا ما تزعلش يا حاج محمود حقك عليا بس والله التليفونات كتير والمشاكل بصراحه كتير. لا انا سيسي لكن... انا رمت مكالمه ثانيه عشان اكلم حضرتك طيب انا بعتذر لك يعني يا حاج محمود انا بعتذر لك وانا هتصل بيك اهو وده وعد على الهواء اتصل بيك بعد البرنامج ان شاء الله ونحدد ميعاد وحضرتك تشرفني وتجيب الملف وناخد ميعاد من الدكتور حسن ونقابله مع بعض ولازم بمشيئه الله طالما لك حق لازم يتحل الموضوع ده. اذا لف في حاجه قدام اتفقنا اتفقنا يا حاج محمود. ايوه يا دكتور انت هتيجي بالملف هو ملف أيوة. فيه الملف موجود في حمايه الاراضي عندي ولا موجود في المحافظه؟ ده نفس مشكله كبيره. هو معاه نسخه من الملف فيها ايه الترويقيه؟ لا الترويقيه هتشوفه هتشوف العجب فيه ان شاء الله يعني. طيب الملف فين؟ في الاداره المركزيه حمايه الاراضي؟ الملف الاداره المركزيه حولته تاني لمديريه الزراعه بالدقهليه في الدقهليه في النيابه الاداريه. انا ايه علاقتي بالنيابه الاداريه؟ لا مالكش دعوه بالنيابه الاداريه مالكش اي صله بيها طبعا صح مالكش دعوه صح النيابه الاداريه بتخص الموظفين الموظفين في صح. طيب انا اجل سعادتك امتى يا دكتور حسن؟ تعالى لي يوم الاحد الصبح. الاحد الصبح هكون عندك في الفجر ان شاء الله وهجيب لك مختص من حمايه الاراضي ونفتح الملف قدامك وهراجعه ورقه ورقه ان شاء الله في وجودك هتكون معايا ان شاء الله. ماشي في انتظارك باذن الله. ما تحرمش من سعادتك ومتشكرين جدا. الله يخليك بس اهم حاجه ما تزعلش يا حاج محمود. ما تزعلش يا دكتور حامد بقى. حاضر حاضر الله يخليك بنشكرك وسيب بياناتك في الكنترول بنشكرك. اعزائي المشاهدين نستكمل الحديث مع الاستاذ دكتور حسن الفولي عن كل الخدمات التي يمكن ان تقدمها او يقدمها هذا القطاع المهم للفلاح المصري ولكن بعد هذا الفاصل فانتظروا. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وأرحب مرة أخرى بضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ دكتور حسن الفولي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة. برحب بحضرتك مرة أخرى. معنا محمد جابر من اسكندرية. ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حامد أنت بركة أمل بالنسبة لي أنا هدولي السور وتعمل لي 16 قضية. حضرتك صاحب المزرعة. أيوة تعمل لي 16 قضية لما هديت السور ودخلوا كيلو ضغط الطب البيطري وقالوا السور ده كان من حقه ان هو يعمله عشان الامن الحيوي. طبعا حضرتك انا بعيد يعني فرصه الدكتور حسن موجود يا ريت يحل لي مشاكلي. يعني انا شاري الارض من 6/6/93 ولغايه دلوقتي الارض ما اتسجلتش برغم السفر رايح جاي. اخر حاجه موجوده انا مفكر سيادتك انا كنت بعت الفيسبوك لسيادتك بالتعديات الموجوده لما جم هدوا السور وفي اربع قصور جنب مني وكل قصر فيه خمس ست في الليل. بعت لنا الصور على أيوة على صفحه الصور. البرنامج سيادتك ارسلتها لما كان موجود المهندس عصام بتاع اسكندريه لو فاكر سيادتك وهم طبعا هدوا لي السور في الوقت اللي هو كان بيقول ان احنا هنوفق اوضاع الناس اللي هي بانيه عمارات وبانيه لا ما هو التصريح ده ما كانش صح يعني. يعني حضرتك كان هدوا لي السور وعملوا لي 16 قضيه ب 16 سنه سجن وقف تنفيذ. ففرصه الدكتور حسن يا ريت الدكتور المهندس يوسف سليمان كان بعت لجنه من القاهره عملت معاينه واثبتت كل التعديات الموجوده على الارض. انا حضرتك عندي حوالي 70 راس ماشيه وعندي ثلاث عنابر طاقتهم 120,000. انا بدات اصفي الماشيه لان مفيش طريق ادخل منه العلف للمزرعه. فانا بدات اصفي الماشيه فعلا. انا عندي 16 واحد دبلوم تجاره. بدات برضه اصلحهم خلاص انا عندي 75 سنه وطبعا مش معقول يعني هسيب انا لاولادي قنبله بالتعديات الموجوده. واحد كان غفير في الارض الزراعيه قبل ما يبيعوها فحول المصارف كلها لانيات والارض طبلت وكل الشجر بدا ايه نتيجه ارتفاع منسوب المايه في الارض. وبعدين انا مهندس زراعي دي كانت شغلتي.
وللاسف مديريه الزراعه في اسكندريه اللي كانت العمليه وانا قلت لسيادتك المهندس اللي كان موجود فيها اسمه محمد السيد هو بيحاول طبعا كان هو طبعا اتنقل من اداره الزراعه العمليه هو بيحاول طبعا يهد في المزرعه ولدرجه انا اول ما رحت لحضرتك وتاني يوم عمل المحاضر قلت له من فضلك وقف المحاضر واذا كان عصور بالرغم ان هو امام حيوي انا ههده لان اي كلب هجيب اي فرخه من اي مزرعه حوالين مني من العشوائيات هيضرك هيضر المزرعه طبعا انا اتضايقت مرتين قبل كده اصر ان هو يهد المزرعه يهد السور وبعدين هداك طار لما اروح له يقول لي بقول له مهندس زراعي زميلك وما اشتغلتش انا في الزراعه خالص لا كنت بشتغل في حاجه قضيه يعني على المستوى القومي يعني بدون ذكر يعني فاقول له يعني من فضلك يعني يقول لي انت قاعد ايه انت قاعد على كنز قاعد على كنز؟ اه والله زي ما بقول اول ما يعني ايه قاعد على كنز يعني؟ ما اعرفش قلت له ده شقه ده انا كنت بشتغل انا كنت عايز اخد في المكان اللي انا كنت فيه اخد 1000 فدان كنت خدت يمكن بعد كده ما اعرف انا كنت بشتغل هو في ناس كده يا باشمهندس محمد يا باشمهندس محمد يبدو كده ان في ناس بتبقى ضد النجاح واعداء للنجاح وحاقدين وحاسدين ومش عاوزين البلد تمشي وحاجه يعني تغيظ والله العظيم حاجه تغيظ وبعدين من ضمن حضرتك اللي هتستغرب له سيادتك هتستغرب سيادتك ظهر الارض عندي تبت اثار تصور بايعين الاثار جايبين واحد ليبي يشتري حرم الاثار بالاثار وبلغت الاثار الارض عندك ايه فيها اثار؟ ظهر الارض كان اخري بلغ الارض بتاعتي يعني في قطعه تبت اثار جايبين واحد ليبي يشتري حرم الاثار وهيتعدى على الاثار وبطريقه غير مباشره استحبت عقد البيع طب ما تصور لنا الكلام ده يا باشمهندس محمد لا يا فندم صوره لنا الكلام ده او اكتبه كده وابعته لنا على صفحه البرنامج ده انا عندي بحضر البيع اللي باعين بيه طب يا ريت تبعته لي طيب على صفحه البرنامج يا ريت تبعت الاثار والله يا ريت وبعدين طبعا جنب ضربه الاثار في امال فين السيد وكيل وزاره الزراعه في اسكندريه؟ ما اعرفش باشمهندس باشمهندس محمد طيب نسمع الدكتور حسن خليك معايا بحضر المعاينه اللي عمله المهندس يوسف بعت صوره منه لوكيل وزاره اسكندريه من بتاريخ 9 طيب يا باشمهندس محمد حضرتك بتاريخ 7/1 باشمهندس محمد لغايه النهارده بطريقه مقفوله يا حامد بيه طيب خليك معايا يا باشمهندس محمد ونسمع رد الدكتور حسن ماشي يا باشا خليك معايا يا باشمهندس محمد بس انا عايز اعرف المكان فين بالظبط الهواريه حضرتك قسم العمليه اسكندريه قسم العمليه ايوه الهواريه اسكندريه الهواريه ايوه قسم العمليه الهواريه عمليه ثانيه هل سيادتك تقدر تروح لوكيل وزاره الزراعه في الاسكندريه؟ لا بعد اذن حضرتك انا ما اقدرش اروح هناك تاني خلاص انا هبعته لك المهندس محمد السيد ده لا لا مش مهندس محمد السيد هبعت لك الدكتور مصطفى وكيل وزاره الزراعه في الدقهليه خلاص شوف سيادتك هيجي لسيادتك ويقعد معاك ويعرف مشكلتك ايه ويحلها لك بعد اذن حضرتك اذا كان واحد بيتصل بالدكتور حامد عشان يقنن وضعه انا متنازل عن الارض مش عايزها لا 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 انا بعد اذن سيادتك انا اتعملت لي 16 قضيه وجات لي ذبحه وسافرت الخارج عشان اتعالج بسبب الف سلامه ليك وبعدين هو عايز من الاخر يبيع الارض للجماعه الليبيين مش حرام ليه كده؟ مين اللي عاوز؟ مين اللي عاوز يعمل كده؟ هو محمد السيد ده انا اشوف محمد السيد ده وراجع لك اعماله كلها في المنطقه هو مين هو مين محمد السيد ده بيشتغل ايه؟ ما اعرفش بيقول لك محمد السيد ده بيشتغل ايه يا باشمهندس محمد؟ كان ماسك اداره الزراعيه العمليه الزراعيه وبتاع في المديريه وبعدين حضرتك هو شال السور طب ما يجي يشيل القصور اللي موجوده طب احنا طيب خلاص الاداره الزراعيه ديت بعد اذنك يا باشمهندس محمد دكتور حسن بعد اذنك يا ريس يعني يطلع لها لجنه انا عايز تليفونك بس كلها هو يسيب بياناته في الكنترول طيب نشوف بياناتها كلها ونشوف اذا كان في اي موظف فاسد خلاص يتحول للنيابه انا بقول له بكره مدير المديريه يكون عامل يجي يشوف الاصول اللي معموله تمام في نفس الوقت تمام يا باشمهندس محمد بكره الدكتور أيوة. مصطفى مدير المديريه يكون عندك ماشي يا فندم بكره ان شاء الله الصبح ماشي يا فندم بنشكرك بنشكرك يا باشمهندس محمد سيب بياناتك في الكنترول يعني هو ايه اللي بيحصل؟ امال الساده وكلاء الوزاره طب ما يعني في بصراحه في بعض المسؤولين نشيطين جدا وبيتحركوا وشغالين وفي بعضهم مش شغال يعني عاوزين الناس تتحرك بقى يحلوا مشاكل يعني بقى لها 10 سنين وخمس سنين ما ينفعش يا جماعه ما ينفعش. هو يعني مدير المديريه ده جديد لسه وراجل محترم جدا يعني ونشيط
والمسؤول السابق والمسؤول السابق ما السابق ماشي بقى هو يعني انا برضو مش عارف ليه كده يعني دايما السابق لما بيكون عنده اي مشاكل ومشي خلاص بنسيبه يعني ده المفروض انا مش عارف يبقى في قانون يحاسب المسؤولين السابقين على بلاويهم اللي عملوها لما كانوا موجودين يا ريت اهو من خلال البرنامج قانون يعني يسن قانون يحاسب المسؤولين السابقين على البلاوي والمشاكل واللي عملوها اثناء وجودهم لان هم سابوا مشاكل رهيبه جدا للمسؤول الحالي ذنبه ايه على فكره في كل القطاعات انا ما اقصدش محافظه معينه في كل القطاعات مش يبقى المسؤول موجود وعمل فساد وعمل بلاوي لما كان مسؤول وبمجرد انه طلع معاش خلاص مع السلامه او ساب موقعه خلاص مع السلامه ما نحاسبهوش ده ازاي ده ازاي يعني ايه ده الراجل مستثمر ده فعلا فعلا اللي يعني الاتصال اللي فات معايا الراجل خلاص بيقول لك انا بصفي الظاهر في يعني هل في خطة لتطفيش الناس الجادين خطة لتطفيش المستثمرين خطة لتطفيش الناس المحترمة اللي عاوزة تشتغل وعاوزة تفيد البلد وإيه اللي بيحصل ده يا جماعة احنا طبعا بنشجع المستثمرين واللي غلط لازم ياخد عقابه وطالما هو موجود ان شاء الله احنا نشوف بس نتاكد بس من الحدث ده ايه الموضوعين دول على فكره إن شاء الله على فكره بقالهم مده دكتور حسن يا ريت بعد اذن حضرتك موضوع محمود محمد بتاع محطه البنزين في الدقهليه والباشمهندس محمد جابر في اسكندريه الموضوعين دول بقالهم مده وعلى تواصل معايا مستمر وللاسف مفيش حلول ليه مش عارف طب نعمل ايه اكتر من كده هو المسؤول مش همه يعني المسؤول مش همه ان المشكلة ما تتحلش وبنقول هذا الكلام على الهوى تفضل يا دكتور حسن يعني هل في ادارات مركزية اخرى تابعة للقطاع عندنا طبعا الادارة المركزية للحاجز الزراعي ودي الادارة اللي بنعتبرها صمام الامان لكل ما يدخل مصر وكل ما يخرج من مصر يعني هي اللي بتحمي مصر من الرسائل اللي هي بتستورد من الخارج وديت بيبقى ليها ادارات عامه موجوده في كل في المطار وفي المواني سواء منها بورسعيد منها اسماعيليه منها اسكندريه وديت هدفها ان هي بتشرف على الرسالات بجانب ان احنا بنبعت ناس بناء على طلب الشركات يطلعوا يسافروا على حساب الشركات ديت يفحصوا العينات في بلد المنشا قبل ما تيجي تخش يعني مصر يعني على فكره دور الاداره المركزيه للحجر الزراعي مهم جدا طبعا مهم جدا واحنا للصادرات والواردات طبعا واحنا عملنا اجتماع مع كل مديرين العموم هناك ويعني خدنا معاهم اجراءات قويه جدا وفي ناس كانت برضو ما كانتش صالحه الحمد لله ما يعني خدنا برضو معاها اجراءات قويه والحمد لله يعني الدنيا بتتظبط في الحجر الزراعي عندنا مشروع مهم جدا اللي هو مشروع العفن البني ده مشروع بيفحص كل البطاطس اللي بتطلع من البيست فري اريا وبيتم فحص وجود مرض العفن البني او عدم وجوده. تمام. سواء اللي جايه برضه او اللي طالعه وبالتالي احنا الحمد لله مسيطرين تماما على سواء من الدول العربيه او من الدول الاوروبيه والحقيقه في مجهود كبير جدا من مشروع العفن البني للسيطره وحمايه البطاطس في مصر. بس احنا عاوزين تنشيط اكتر يا دكتور حسن لموضوع تصدير البطاطس. والله بص لانه اعتقد البطاطس في السوق يمكن كلنا يعني حاسين كان سعرها عامل ايه يعني هو عشان تبقى عارف حضرتك البطاطس اللي بتصدر ما بتصدرش من كل الجمهوريه البطاطس بتصدر من مناطق محدده اللي هي البيست فري اريا دي ويعني انا اقول لك بيان بتبقى تحت الرقابه من بدايه الزراعه يعني عايز اقول لك ان بيان التصدير مثلا اهو قدامي البطاطس احنا عندنا اهو 453 طن تم تصديرها من البطاطس العام الماضي كانت 470,439 يعني في فرق كام 20,000 20,000 عارف دي سبب ايه ان سوريا حاليا ظروفها طبعا ما بتصدر لهاش يعني دول عربيه معينه كانت بتاخد ففي الظروف السياسيه بتاعتها واللي فيها ده عملت العجز ده بس لكن لو بصيت للتصدير السنه فاتت مع التصدير السنه دي هتلاقي الدنيا يعني التصدير السنه دي كان اقل بحوالي 20,000 بس بسبب ايه زي ما بقول لك كان بلاد الدول العربيه ضد الدول العربيه زي سوريا طب ما هو انا المفروض افتح اسواق جديده ما احنا فاتحين ده احنا فتحنا في الصين
فتحنا في روسيا الحمد لله وما زالت روسيا بتستورد لحد الوقت وفي مشاكل كتير بتحلها. طب فين بقت الدول العربيه والافريقيه؟ ليه احنا ناسين افريقيا يعني؟ لا احنا شغالين في الدول العربيه. لا افريقيا ما بتاخدش بطاطس. لا ما بتاخدش من البطاطس. لكن الدول الاوروبيه ايه السبب ما بتاخدش بطاطس؟ مش عارف يعني. طب ما نحببهم في البطاطس يا فندم عشان ياخدوا. نفتح معاهم ان شاء الله يا ريت يعني ان شاء الله. لا يعني لا انا بتكلم فعلا انا عاوز افهم ايه السبب. انا معاك. هل فعلا تم يعني اقتحام الاسواق الافريقيه ونشوف احتياجاتهم ايه، ولا احنا ما رحناش افريقيا خالص وبنقول افريقيا ما بتاخدش يعني؟ اصل ما اعتقدش ان هم ما بيستهلكوش بطاطس يعني. لا بيستهلكوا طبعا. طيب اكيد يعني. طب ما نشوف الاسواق الافريقيه. هنشوفها ان شاء الله باذن الله. ده يعني كل ونتوسع في المناطق اللي هي الخاصه اللي هي البيست فري اريا اللي هي الخاليه من التفحم من العفن. العفن نتوسع فيها علشان برضو نساعد مزارعي البطاطس. طبعا احنا بنتوسع بس هي ليها نظام معين، ليها كود نمبر وليها خريطه كده. انا ما انا عارف نتوسع فيها وما ايه المشكله يعني ان شاء الله بحيث شاء الله. نساعد كل المزارعين في تصدير البطاطس ان شاء الله طالما ان احنا عندنا فائض وعندنا ومزارعين مميزين في زراعه البطاطس ما نصدر نتوسع في التصدير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب خلينا بقى ننتقل الى الاستعدادات للموسم الصيفي اللي هو بدا بالفعل. يعني ايه الاخبار في يعني في احنا المدريات؟ اولا بالنسبه للموسم توريد القمح احنا الحمد لله استعدينا تماما لموسم توريد القمح، والقمح الحمد لله مر بسلام الفتره في السيزون بتاعه. الانتاجيه المتوقعه ان شاء الله تكون عاليه عن السنه اللي فاتت ان شاء الله. مع الوزير يمكن النهارده بلغني بالتليفون ان انا انبه على كل مديريات الزراعه ان هو نسق مع وزاره التموين مع وكيل مع السيد وزير التموين لفتح الشؤون الترابيه. لان كان في مشكله اعتقد في المنوفيه بالذات اتحسمت النهارده. جات لنا شكوى امبارح من وسنا. هو اللي حصل ان وزاره التموين يعني في القرار الوزاري قالت انا مش هورد القمح الا في الشؤون المطوره الاسمنتيه، اما الشؤون الترابيه فمش هطور فيها. لان ان احنا نسبه الشؤون الترابيه الاسمنديه للترابيه يعني في فرق كبير طبعا. والقمح ان شاء الله مبشر بالخير يعني احنا مستهدفين ان احنا نستقبل 3 مليون طن و700 الف ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا وقد نستقبل ازيد من ذلك باذن الله. طيب استسمع حضرتك معانا على الهاتف دكتور مصطفى كامل وكيل وزاره الزراعه بالاسكندريه. الو كويس اهو. السلام عليكم. اهلا دكتور مصطفى. مصطفى اهلا اهلا اهلا. يعني كنا نتمنى حضرتك تشرفنا في اللقاء السابق لكن يبدو ان حضرتك كنت مشغول. يا معالي الباشا كان بتكريم من معالي الوزير اللي كان في مؤتمر موجود في اسكندريه، واحنا برضو بعتنا للمهندس عصام على فكره من الناس الكوفي قوي وبتاع الاراضي واللي هو يعني فاهم يعني مش طيب. يعني ما بعتش حضرتك اي حد يعني. ماشي يا دكتور مصطفى. في عندنا الحقيقه مشكله من احد المتصلين الان المهندس محمد جابر من اسكندريه. طبعا ممكن نشرح لحضرتك الدكتور حسن. دكتور مصطفى في مهندس محمد جابر. اولا ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم والله. ارجو انك تشد حيلك شويه في اسكندريه، واهل اسكندريه ناس عزاز علينا يعني فعايزين تتلاحم معاهم اكتر. ففي مواطن السيد محمد جابر في العمريه باسكندريه هو بيتظلم من احد المهندسين الزراعيين اسمه محمد السيد، كان مدير الإدارة الزراعية تقريبا في العمرية وراح عندك المديرية تقريبا. هو طلع معاش يا فندم محمد السيد طلع معاش. طيب هو عمل له 16 قضية وهدل له السور، والراجل عنده انتاج حيواني وعنده يعني راجل مستثمر يا دكتور في الهوارية. فأنا وعدته إن سيادتك هتكون عنده بكرة لأن هو راجل كبير في السن شوية. لا قوي قوي قوي. هتكون عنده الصبح ان شاء الله وتشوف مشكلته وتحلها له باذن الله بالقانون طبعا بالاجراءات القانونيه. لا 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 حاضر يا حاضر. تمام. طيب دكتور دكتور مصطفى انا استسمح حضرتك تاخد بيانات المهندس محمد جابر من الكنترول وتليفونه تتواصل معاه واحنا ان شاء الله نتواصل مع حضرتك ونشوف يعني وصلت لفين في حل هذه المشكله لان هي مشكله بقى لها يعني مده دكتور مصطفى. وطبعا ده راجل مستثمر، الراجل خلاص يعني بالبلدي كده حط صوابعه العشرة في الشقة قال خلاص أنا بصفي وهبيع المواشي والشباب اللي شغال عندي بسرحه لأن خلاص كل الأجهزة ضده. دكتور حامد يا دكتور حامد احنا بكرة إن شاء الله هنكون موجودين عنده هناك
وهنشوف الوضع ايه على الطبيعه، وهنشوف الاوراق اللي اتعملت ايه، وكل المحاضر اللي اتعملت دي صفاتها ايه بالظبط، وايه اللي تم بالنسبه لحمايه الاراضي، كل الحاجات اللي هتبقى موجوده تمام تمام هنشوفها ونناقشها، وباذن الله هنكون موجود عنده بكره على الساعه 11 12 بالكثير هكون موجود عنده ان شاء الله. في اجتماع مع معالي المحافظ الصبح، بعد الاجتماع هكون موجود عنده ان شاء الله. بنشكرك جدا، وهو اكيد المهندس محمد سمعنا دلوقتي، وبنشكر حضرتك على التواصل وعلى الحل السريع للمشكله. ثانيه بس اقول لحضرتك عليها، فضل. كان في احد برضو المواطنين من الحزام الاخضر كان اشتكى الاسبوع اللي فات، برضو كان في الحلقه وكان تداخل يوم الاثنين اللي فات، احنا كنا موجودين عنده هناك في قلب الارض، وشفنا وتابعنا كل اللي هناك. وعلى فكره يمكن انا كنت عايز ابعت حضرتك فاكس بالحاجات اللي احنا شفناها، لان الارض دي حرام انها تحرم من الاسمده بصراحه. تمام تمام، الارض دي فعلا دي مشكله. أنا صح، انا بدعو مع الوزير ان هو يجي، والدكتور حسن يجي يشوف الارض دي، ارض مصادر الميه فيها جميله جدا، الناس دي عايشه بدون اي خدمات. وانا بعت معالي الوزير النهارده حاجه بتقول الكلام ده، لان احنا رحنا فعلا وعينا على الطبيعه، وكنا متواصلين مع الناس. انا راجع من برج العرب اول امبارح في الليل، ومعايا طبعا مهندس باهر اللي هو مدير عام الاداره الخدمات عندنا هنا. اخبار حضرتك احنا فعلا رحنا تواصلنا بناء على برضه الكلام بتاعه، وشفنا فعلا على الطبيعه، والناس دي فعلا انا برضه دكتور حسن وهو طبعا استاذي، ان احنا الناس دي نحاول نشوف ايه هي المخرج، ان احنا نقنن لهم الارض بتاعتهم، وان احنا فعلا نساعدهم، لان الارض دي من اجود انواع الاراضي على مستوى مصر. تمام دكتور مصطفى، حل مؤقت لحد ما نشوفها. ايوه، اطلب حصه للمساحه ديت سمات حر. تمام، بسعر هيبقى حوالي 130 جنيه او يعني ان شاء الله. تمام، اطلبها ووفرها لك على طول لحد ما نشوف صرف السمات. طيب خلاص يا فندم، المدعم ليهم. ماشي، اتحلت كده المشكله. طب النقطه الثانيه يا ريس، انا برجو سعادتك، لان انا بدعو حضرتك انك تشوف الارض دي. حاضر سعادتك، الفدان القمح بيجيب 25 اردب ما شاء الله. تمام، انا بقول لحضرتك فدان البسيم، الحاجات دي مصوره فيديو، وانا ممكن ابعته لحضرتك والله. مصور، انا من فرحتي قعدت اصور كل واحد باني بيت على قده، وعامل حصيره مواشي، عامل انتاج حيوان، وعامل كل حاجه. طب ابعت لنا الحاجات دي على صفحه البرنامج يا دكتور مصطفى. حاضر يا فندم، حاضر ابعتها لحضرتك والله. يبقى والله وضع الناس يحزن وارضهم تفرح. لا ولا يحزن ولا حاجه، انا بقول لك اهو، اطلب طيب كميه، اطلب سمات حر، وهيكون عندك لو طلبته بكره هيكون عندك يوم الاحد. هقدم وصف للناس المذكره بكره، هقدم لحضرتك مذكره بكره. حاضر، لا حدد الكميه اللي انت عايزها ايه من الاسمده الحره وهتوصل لك على طول. ماشي، حاضر. لا عينينا عينينا، دي احد الحاجات. انا بس بقول للدكتور حامد ان فعلا لما في شكاوى معينه احنا فعلا في تواصل مع الناس الحمد لله، وقدر ما يمكننا بنعمل، يعني مش هو ده املنا دكتور مصطفى، مش في ايدي عصا سحريه، لكن انا قدر ما يمكنني فعلا ان اتواصل مع الناس، وان شاء الله ربنا يسهل حالي، يعني ان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه الامور هتكون افضل بكتير كتير. يعني يا دكتور مصطفى، على فكره يعني احنا الدكتور حسن كان بيشكر في حضرتك، وانا اشاركه هذا الشكر سيادتك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا مشكلتنا اللي احنا بنعانيها دلوقتي، المشاكل اللي سابها المسؤولين السابقين في جميع القطاعات وفي جميع المحافظات، ما هي دي المشكله. يمكن لو حضرتك تتابع البرنامج، انا قبل اتصال سيادتك كنت بقول يا ريت يكون في قانون يحاسب المسؤول السابق على البلاوي اللي عملها لما كان مسؤول. مش معقوله كده، ما يبقاش مسؤول يعمل لنا بلاوي ويعمل لنا مشاكل، ها، وبعدين بالسلامه خلاص نقول مشي، نقول طلع معاش، لا ده احنا نجيبه نحاسبه. علشان كل واحد ده لازم، علشان كل واحد في موقع المسؤوليه يكون عارف انه هيتحاسب، حتى لو طلع معاش هيتحاسب. انا بكلم حضرتك واحنا موجودين في المكتب، احنا مش يعني احنا بنمشي من هنا تقريبا يوميا يا فندم. انا عارف، انا عارف يا دكتور مصطفى والله. احنا بنشكرك جدا، بنشكرك، وانا عارف ان العبء كبير، لكن ربنا معاك وربنا يوفقك. واعتقد ان احنا يعني ايضا احنا بنساهم، لان احنا بنبرز هذه المشاكل. ان شاء الله ان شاء الله خير باذن الله. بنشكرك جدا دكتور مصطفى كامل، وكيل وزاره الزراعه بالاسكندريه، لك جزيل الشكر. طبعا واضح انه فعلا مشاكل متراكمه، هو ملوش ذنب فيها، لكن الراجل بيتحرك. مفيش مسؤول بيشكر فيه الا ويكون حقيقي، يعني يستاهل الشكر يعني. اكيد طبعا، وده اثبت أكيد بالكلام ده، يعني أكيد كويس طبعًا جدا. اكيد طبعا اكيد طبعا. احنا السنه دي الحمد لله، لحد ما انا قاعد مع حضرتك اهو، تم توريد 1,589,176 طن قمح. تمام ما شاء الله الحمد لله. هل ده احنا عدينا في نفس 50% في نفس
الوقت من العام الماضي كانت نفس الكمية؟ هو البيان مش معايا بس أنا بأكد لك لا ما كانش نفس الكمية، ده ضعف الكمية، ده ضعف الكمية. وأكيد المحصول إن شاء الله هيكون أكتر إن شاء الله بإذن الله طبعا إن شاء الله إن شاء الله. زي ما بقول لسيادتك مع الوزير خد قرار النهاردة مع السيد وزير التموين بأن الشون الترابية يتم التنسيق بين، عشان بعت الفاكسات دي بقى أنا بقول لهم بقى أهو، مدير مديرية الزراعة مع وكيل وزارة التموين في المحافظة مع رئيس قطاع البنك أي شون ترابية محتاجاها المحافظة يتوجه فورا لوكيل وزارة التموين، هما الاثنين وهتعتمد الشون على طول. دي تعليمات هل وكيل وزارة التموين عنده تعليمات دلوقتي؟ عنده تعليمات من وزارة التموين، يعني يقدر نقول المشكلة اللي في المنوفية اتحلت، البنك عنده تعليمات، المدير المديرية عنده تعليمات، تمام. مجرد الصبح ما معالي الوزير وجه بكده وصلت التعليمات يمكن بعدها ب 10 دقايق، تمام، وكله عارف كده دول، وانا بعلنها برضه من خلال يعني بستغل البرنامج بعد اذنك. لا ما هو ده استغلال حميد يعني. اي فالحمد لله يعني مشكله. الحاجه الثانيه ان بيتم صرف ثمن القمح مباشره، المزارع مجرد ما بيروح وبيورد القمح بتاعه بيتم الصرف خلال، يعني ما كانش بياخدها في نفس اليوم، لو اللجنه موجوده بتاعه الفرز بيصرف على طول مباشره، لو اللجنه مش موجوده تاني يوم يصرف. يعني ما فيش تاخير في الصرف؟ لا ده بيصرف كمان 90% لحد ما درجه النظافه تتحدد، يصرف ال 10% اللي بعدين. لو في اي مشكله سواء في توريد القمح، ان شونه مثلا تمتنع عن الاستلام، او ان ما خدش قيمه القمح بتاعه، يتصل بينا فورا، مفيش مشاكل، يتصل بينا ويحل المشكله فورا. طيب يعني احنا جاهزين اهو في اي وقت، اي مشكله في عمليات التوريد، او انك انت في مشكله في انك تستلم القيمه بتاعه القمح اللي وردته، احنا جاهزين، اتصل فورا ويتم حل المشكله. قعدنا طبعا توجيهات مع الوزير ان احنا نوفر الوقود لحصاد المحصول القمح ولري المحاصيل الصيفيه اللي هو الموسم اللي داخلين عليه. فبالتالي احنا قعدنا حسبنا الكميات اللي احنا محتاجينها من السولر سواء للري او سواء للحصاد او سواء للنقل بتاع المحصول. حسبنا الكميه، ومع الوزير راح موجه جواب للسيد وزير البترول ولتوفير الاحتياجات بتاعه البتروليه الخاصه بالسولر سواء لحصاد القمح او لخدمه المحاصيل الصيفيه. ان شاء الله الموسم الصيفي ده هيعدي ان شاء الله بدون اي مشاكل بالنسبه للسولر. كل دي حاجات بنعملها استباقيه، يعني هو ما فيش ازمه، لكن احنا بنقول ايه، لا نتوقع، زي ما بالظبط موضوع الاسمده، احنا موضوع الاسمده نفس الكلام بنتنبا، لكن انا بعتالي الجمعيه العامه للاهتمام بتقول لي يا لو سمحت نبه على الجمعيات اصف الاسمده، لان الاسمده تكدست فين؟ في الجمعيات الزراعيه. ما هو ده اللي كان ينقصنا يا دكتور حسن، ومعنى ان الاسمده تكدست في الجمعيات الزراعيه يعني ما فيش ازمه اسمده. تمام. فكل كل اللي بيحصل دوت كل يوم في الجرايد ان في ازمه اسمده وان وان، لا يوجد، انا بقولها اهو بعلنها من هنا اهو، لا يوجد ازمه اسمده لحد الوقت اللي احنا فيه، وان شاء الله ان شاء الله لحد مش هيكون فيه، مش هيكون فيه باذن الله. هو يعني بصرف النظر عما يكتب في الصحف، عما يكتب في الصحف، الترمومتر الحقيقي للمشاكل التي يعاني منها الفلاح المصري هو قناة مصر الزراعية. طيب الحمد وهذا لله. البرنامج. فالحمد لله ما عندناش أبدا أي مشاكل بتجيلنا من نقص في الأسمدة، غير موضوع ال 25 فدان وال 50 فدان. معلش. وطبعا أعتقد برضو أنه مرة تانية رجوع الأسمدة الحرة للجمعيات دي هيحل طبعاً جزء كبير طبعاً جدا من المشكلة. طبعا. لأن قبل كده كانوا الفلاحين بيشتكوا جدا من المشكلة دي. ما هو طبعا يا فندم ما ينفعش عدم وجود سمات حر في الجمعية. ما ينفعش المزارع، احنا سيبنا المزارع نهبل للسوق السوداء. ما ينفعش يروح الجمعية ويلاقي رصيد صفر. ما ينفعش، حتى لو ما عنديش سماد مدعم يبقى في سماد حر، في بديل. بالظبط. لازم يكون في بديل وأكثر من بديل. وده اللي احنا واحنا بندرس دلوقتي حتى المخاليط. استخدام الأسمدة المخلوطة. وطلبنا من الدكتور عبد المنعم بنا رئيس مركز البحوث ان يعيد الخريطه السماديه تاني، ونحاول نشوف الخريطه السماديه من جديد. يعني كل الجهات شغاله علشان خدمه المزارع، وعلشان المزارع توصل له يعني الخدمه ان شاء الله. طيب يعني اقول لسيادتك حاجه، معالي الوزير قال لك ما فيش عنديش فساد مالي في الجمعيات، انا عندي فساد اداري. الفساد الاداري يتقضى عليه ازاي؟ قال لك ان المزارع ياخد مستحقاته. طب ياخدها ازاي؟
حاليا بيفكر مع الوزير ان هو البطاقه الذكيه كارت الذكي ده ان يعمله، وكان مع يمكن وزير الاتصالات امبارح في اجتماع علشان يبتدي في منظومه الميكنه بتاعه الحيازه والبطاقه الذكيه ديت، عشان المزارع بقى ياخد حقه من خلال البطاقه ان شاء الله. يعني في مجهود كبير جدا والله، وفي اكيد لا لا اكيد والله ما حد قاعد، كله شغال وكله بينزل يعني، وربنا يكرم ان شاء الله. واضح يا دكتور حسن. طبعا ننتقل اذا كنا بنتكلم انه مزارع القمح ما عندوش مشكله. طيب معانا مين؟ معانا ايمن ورا من المنوفيه. الو، السلام عليكم يا دكتور حامد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل التحيه لحضرتك وتحياتي للدكتور حسن. الله يخليك سيد. انا امبارح كنت متصل بحضرتك امبارح وعكست الطلب بتاعي في برنامج الحلقه عشان موضوع توريد الغله في الشيون. فبعد اسمعي دلوقتي كلام الدكتور حسن فبشكره، وشكر جزيل لوزير الزراعه الدكتور صلاح هلال على تعاونه معانا وحل مشاكلنا، واللي جه النهارده اوسنا معانا الشيونه بنفسه في اوسنا. تمام. الامر فتحها من بكره ان شاء الله. طيب تمام. فاحنا متوسمين فيه خير، لان الراجل ده انا بشوف فيه السادات الله يرحمه. وربنا معاه وربنا يقويه ويجعله دايما دعم من الفلاحين هنا في النوفيه وفي مصر عموما يعني. ان شاء الله. برضه بشكر الدكتور حسن ومتوسمين فيه خير، وبشد على ايده واطلب منه الكيماوي الحر اللي فرونا في اوسنا، لان الله يسامحه اللي كانوا حشوا عننا ومنعوا مننا من الفتره اللي فاتت، فبطلب منه يولد لنا كيماوي حر في اوسنا لان احنا محتاجينه عشان نكمل في البلد بتاعنا. انهي جمعيه يا ايمن؟ انا بتكلم باوسنا كلها وجمعيه بنات. يعني جمعيات اوسنا كلها ما فيهاش سمات حر؟ نعم يا فندم. جمعيات اوسنا كلها ما فيهاش سمات حر؟ ما فيهاش سمات حر خالص يا فندم، وطلبنا من فتره لما عرفنا انه رجع تاني، هو طبعا انت عارف انه كان مقطوع، كان ممنوع. ايوه عارف. فلما عرفنا الوزير الجديد، مشكورا ربنا يكثر من امثاله وربنا يخليهم فلاحين رجعوا تاني. فاحنا طالبين بقى انه فتره لحد ما وصلش. استاذ ايمن، عشان تاخد السماد الحر لازم الجمعيات تعمل برامج وتبعتها للجمعيه العامه يتوفر لها السماد الحر على طول. فاحنا عايزين والله برامج وعملنا محاضره وبعتناها والله يا فندم. احنا بكره نكلم مدير التعاون يبتدي يعمل برامج ويبعتها لويسنا. حاضر. بالنسبه لنا احنا كجمعيه عملنا مع عملنا برامج وطلبنا الكمال احنا عاوزينه. تمام. حاضر. بالنسبه للمساحه اللي عندنا. حاضر. حته اخيره بقى يا فندم. انا من اهالي مركز اوسنا قريه بنات يا دكتور حسن. حاجه اخيره للحق يقال، يعني انا كفلاح حسيت بفرق في الخدمه بالنسبه لقطاع الزراعه ليا كفلاح على الاستاذ محمد سعد وكيل وزاره الزراعه المنوفيه. الراجل ده حسينا بشغل فظيع فظيع، عمرنا ما حسيناه ولا شفناه قبل كده من اي مسؤول. ارجو انا كفلاح من اوسنا، انا ما اعرفش من بلد، انا كفلاح من اوسنا ارجو انا كفلاح استفيد منه اكبر مسافه وقت ممكن، او زراعه استفيد منهم يسندوه لنا هنا في المنوفيه عشان عامل معانا شغل احنا ما شفناهوش قبل كده. طيب. ارجو الوزاره تستفيد منه واحنا كفلاح نستفيد منه، لان اقسم بالله انا كفلاح فلاح يعني يا دكتور حسن نزلت وسنا ولاي مبونه هنا في الستنت والمرار، مانيش فلاح كده بقول كلمه على التلفزيون، انا فلاح فعلا. ما شفت خدمه لقطاع الزراعه من يوم ما فلحت في ارض وعيت على الدنيا غير وجود المهندس محمد سعد وكيل وزاره الزراعه المنوفيه، الراجل ده شغال ضغط على كل موظف زراعه في المنوفيه غصب عنه لان هو شغال، يخلي الكل شغال. ارجو يا تمدوا له يا تستفيدوا منه يا احنا نستفيد منه كفلاحين في القطاع. تمام. انت روح شخصي لان عارف ان انت انسان محترم وكان عندك الخير كفلاح. هو فعلا من الشخصيات المحترمه والفعاله والشغاله جدا يعني. طيب بنشكرك. طيب نشكرك يا ايمن. نشكرك وسيب بياناتك في الكنترول. ننتقل لنقطه ثانيه مهمه. اذا كان حضرتك بتتكلم على مزارعي القمح ما عندهمش مشكله في التوريد ولا في استلام مستحقاتهم. ايوه. تمام؟ لكن احنا عندنا مزارعي القصبه يا دكتور حسن للاسف عندهم مشكله. تمام. في استلام مستحقاتهم، مستحقات محصول القصب اللي سلموه المصانع، وما زالت المشكله قائمه ولم تحل حتى الان. يعني مجرد ما سمعنا عن المشكله جبنا وزاره الماليه وجبنا وزاره
الشركه القابضه لمصنع السكر، جبنا رئيس مجلس اداره مصنع السكر تعلمت معالي الوزير، وجبنا مجلس المحاصيل السكريه وقعدنا ولقينا ان في 350 مليون جنيه اتضخت لشركه السكر. وسمعت امبارح، سمعت يعني بس يعني طلبت من المهندس من الاستاذ عطيه سالم ان ياكد لي المعلومه ان وزاره الماليه ضخت 400 مليون جنيه برضه للبنك او للشركه علشان تصرف مستحقات المزارعين من باقي القصب. الكلام ده انا سمعته طبعا في برنامج لميس الحريري، يعني في لميس حديدي في السي بي سي امبارح. طلبت على طول النهارده الاستاذ عطيه سالم، فقال لي انا هتاكد من المعلومه، واول ما هيعرف ان الفلوس دخلت عندي انا هقول لك، بحيث ان يصرف ان شاء الله الحصه. اقترحنا برضو على رئيس يعني هل المشكله الشركة. المشكله في البنك ولا المشكله في وزاره التموين اللي هي مش عاوزه تشتري السكر لا لا من المصانع؟ لا، المشكله في ضخ الاموال من وزاره الماليه. فوزاره الماليه ضخت الاموال ووعدوا في الاجتماع ان هم يضخوا باقي المال للشركه. وتقريبا الوعد يعني اتنفذ امبارح، انا سمعت الكلام ده بس هناكده غير مؤكد. لكن هناكده ان شاء الله من خلال بنك التنميه. مجرد ما بتكتمل الفلوس هتصرف على طول لاخواننا في مزروع في القصب يعني. كانت المشكله الثانيه ان مصانع القصب بتشتكي ان عندها مخزون من السكر. ايوه بالظبط، وان المخازن الساعه التخزينيه بتاعتها بدات تتملي، وان هم بينتجوا كل يوم فيودوا فين؟ فالمهم ان احنا بعتنا لوزاره التموين. ده مخزون من العام السابق. لا، هو اللي موجود ده بكلمك على المخزون الحالي. ده موجود في المصانع. فبدات وزاره التموين تسحب من المصانع علشان تستهلك في السوق المحلي، بجانب ان رسم الورد اللي تم من خلال مجلس الوزراء عشان يحل المشكله يعني. ما هو احنا الحقيقه فجرنا الموضوع ده من خلال البرنامج. تمام. وقلنا انه مخزون السكر، واتصل في مداخله حصلت من احد مدير مصانع السكر، قال انه فعلا انا عندي مخزون من السكر من العام السابق، مش وزاره التموين ما خدتوش. وكان طبعا في مافيا لاستيراد السكر في مصر، رغم ان احنا ممكن يبقى عندنا اعتقد اكتفاء ذاتي يعني. بس انا يعني عايز اطمنك على حاجه. انا نزلت مصنع سكر ابو راس ودخلت المصنع وقعدت مع مدير المصنع ومع المجموعه اللي هناك، وتابعت توريد البنجر في التوقيت دوت، ويعني الناس شغاله، المزارع مطمئن برضه ما فيش مشكله، بيورد البنجر بتاعه وهو واثق تماما ان وزاره الزراعه وراه في ان تجيب له مستحقاته. ده اللي انا استشفيته من لقائي مع المزارعين. يعني نتمنى ان شاء الله الدنيا يعني الحمد لله. الحقيقه الموضوع ده مهم جدا، لان احنا مش عاوزين نقضي على زراعه قصب السكر في مصر ان شاء الله ربنا يسهل. المزارع ما يلاقي نفسه ما بياخدش المستحقات مشكله. طيب. ان شاء الله ربنا يكرم. معانا على الهاتف المهندس محمد سعد وكيل وزاره الزراعه بالمنوفيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا باشمهندس محمد. يا دكتور وضيفك الكريم الدكتور حسن. اهلا محمد بيه، الله يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم، منور على الشاشه. وطبعا احنا مجرد ما وصلنا الفاكس بتاع سعادتك، واحنا الحمد لله عملنا اجتماع مع الاستاذ محمود يوسف مدير بنك التنميه النهارده، والاخ عاطف مدير مديريه التموين، وخدنا قرار على اساس ان احنا محتاجين 10 شوان ترابيه النهارده، وتم ارسالها للسيد وزير التموين، وباذن الله يعني احتمال 90 او 100% نشتغل بكره ان شاء الله في هذه الشيء. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا تعليمات معالي الوزير فورا لازم تتم باقصى سرعه يعني. زي ما عودتونا. وان شاء الله يعني بالنسبه لمحصول القمح السنه دي ان شاء الله مبشر تماما، حتى احنا عندنا المتوسطات اللي هي تم التصديق عليها حوالي 20 ارداب و47%. ما شاء الله. فان شاء الله الموسم السنه دي مبشر بخير. بس انا يعني بطلب طلب من الدكتور حسن. اتفضل. احنا سامعين على هيتم استخدام الكروت الذكيه في البترول في السولر السنه دي ان شاء الله، فالناس متخوفه، خاصه الناس اللي هي عندها مواتير ري نقالي ومواتير ري ثابته. فبيقولوا احنا نعمل ايه في خلال الفتره اللي جايه؟ يا محمد بيه، اتفضل يا فندم. دي اول حاجه عملناها ان احنا بعتنا لسيادتك انك تعمل حصر على مستوى الجامعات الزراعيه باحتياجاتك. تمام. من السولر. لا تمام. لا بالنسبه لسعادتك السولر بالنسبه العادي بالنسبه لتوفير السولر، تم فعلا ان احنا بعتنا الحصر ده وخصصنا المحطات.
تمام. اتكلم في حاله استخدام الكروت الذكيه بعد حتى كده. في حاله استخدام الكروت الذكيه انت حصتك برضو بتطلبها من مديريه التموين عادي جدا والتنسيق. المواطن ما معهوش كارت. لا من غير كارت ده الحصه ديت للجبارات للري يعني دي ملهاش كارت. يعني استخدام برضو نفس المحطات بدون كروت ذكيه. ملهاش دعوه بالكروت الذكيه خالص. لا انا بقى خايف على اساس ان المزارع النهارده يقول لك انا ما معيش كارت ما اقدرش ان انا استخدمه او ان انا مثلا احسن استخدامه وبالتالي مش هيعرف ياخد حصته. لا لا ما تخافش هياخد حصته. زي ما بقول لك بس انت احنا بعتنا احتياجاتنا للموسم الصيفي كله مع الوزير بعت كل الاحتياجات. لا موجود وعملنا بها فيها فعلا حصر وبعتناها لسعادتك. ده الخمس اشهر خلي بالك الخمس اشهر جايه. فما تقلقش يعني. تمام. احنا بنشكرك جدا يا باشمهندس محمد الحقيقه بنشكرك على تواصلك ايضا في حلقه الامس وطرح المشكله الخاصه بتوريد القمح يعني. والحمد لله ان هي اتحلت. الحمد لله اتحلت تماما. على فكره يا باشمهندس محمد انا اتحدى اي وزاره في مصر تكون شغاله زي وزاره الزراعه دلوقتي. اتحدى المشاكل بيتم عرضها ومع الوزير يتدخل فورا وخلال 24 ساعه يتم حل المشكله. واحنا بنعرض مشاكل المواطنين بكل شفافيه. انا بتحدى اي وزاره تكون شغاله زي وزاره الزراعه. لا الحمد لله وبرضه النافذه المضيئه برجالها برضه عامله شغل ما شاء الله كويس جدا يا دكتور حامد. طيب نتمنى يعني نتعاشر رجال وزاره الزراعه. الحمد لله. نشكرك جدا سيد المهندس محمد سعد وكيل وزاره الزراعه بالمنوفيه. اعزائي المشاهدين واصل الحوار مع ضيفي وضيفكم في هذه الحلقه الاستاذ دكتور حسن الفولي ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وارحب مجددا بضيفي وضيفكم في هذه الحلقه الاستاذ دكتور حسن الفولي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. برحب بحضرتك مره اخرى دكتور حسن. خلينا يعني نستكمل الحديث عن المحاصيل الصيفيه ونتكلم بقى. طيب بس اسمع حضرتك معانا الدكتور الشبراوي امين وكيل وزاره الزراعه بالداخليه. الو الو دكتور شبراوي. ايوه يا دكتور حامد كل عام وانت طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه اتفضل. اهلا دكتور حسن. اهلا دكتور شبراوي اهلا وسهلا. استاذ العزيز اهلا بيك اهلا وسهلا. بالنسبه للاخ محمود اللي كان بيتكلم دلوقتي. ايوه. الموضوع انا لما اول ما مسكت في المنصوره مدير مديريه طبعا كان عندي حوالي 20 تقريبا 40 ملف فحصتهم وعملت لجنه والاخ محمود عامل بنزيمه وفحص الملف فلقيت الملف بعد ما كان الملف راح مصر طلبت كل الملفات اللي في مصر عشان افحصها من اول وجديد عشان ما اقدرش انا اعتمد اي شيء غير مسؤول عنه. فجميع الملفات اللي كانت معموله غلط انا حولت الناس اللي كانوا قائمين على العمل لانهم دلسهم في المسافات والبعد بين البنزينة والبنزينة. وحولت مش حولت الناس انا حولت الناس اللي هي عملت الاجراءات الغير قانونيه في للنيابه. لتجاوزهم في الموضوع ان هم عملوا بنزينة او وافقوا عليها في اللجنه العليا للمباني غلط. وكتبت الكلام ده ووديته لحمايه الاراضي وقلت لهم ان الملف هم مش كانوا لا هم خمس ملفات. وبدات اعرض الموضوع على حمايه الاراضي وقلت لهم الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا. محمود بقى ده الخمسه سته او العشرة او العشرين كل واحد ارتضى بما عملته اللجنه اللي احنا شكلناها. الاخ محمود جه عند السكرتير العام وبرضه نفس الكلام وعمل الدكتور شبراوي وكذا وكذا فشرحت للسكرتير العام ان هذا الموضوع خطا لان في بعد في حاجه قانونيه في بعد بين مين المسؤول عن الخطا يا دكتور شبراوي؟ نعم مين المسؤول عن الخطا؟ المسؤول عن الخطا الموظف يا دكتور حامد. ما هو انا عملت ايه في الملف في مصر؟ يا بيه ما هو لو كان غلط البنزيمه اللي كانت صح كنت هودي الموظف النيابه ليه؟ ما انا فاهم ما انا القضيه هنا انه هذا المواطن صرف اكتر من نص مليون جنيه
في تجهيزات للمحطة بعد ما خد موافقات. الموافقات دي خطأ، الموظف اللي عملها خطأ. يا دكتور حامد، يا دكتور حامد، أنا دلوقتي في حاجة، هو أنا بتحدى المواطن، المواطن أصلا الأبعاد، وأنت عايزني يا دكتور حامد أوافق على حاجة غلط عشان أروح السجن؟ استحالة، أنا ما قلتش كده. طيب أنا ما قلتش كده، الموظف اللي عمل حاجة غلط هو اللي يروح السجن. طب أنا وديته بس. طيب خليك معايا يا دكتور شبراوي، دكتور شبراوي خليك معايا. رجع لنا محمود صاحب المشكلة على الهاتف. أيوة. محمود وطي التلفزيون يا محمود بعد إذنك. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا آسف. الدكتور شبراوي بيقول الملف بتاعي خطأ. أولا الدكتور شبراوي لم يوقع الملف بتاعي، وقع عليه لجنة وكيل وزارة سابق، أنا معروض على القرار 985 لأني جبت جميع الموافقات في ظل القرار 985. وإن لم وافقت الهيئة العامة للبترول لظروف خارجة عن إرادتي جبتها في 22/10/2013 بشهادة وكيل الوزارة السابق برسالة مقدمة لرئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، وقال له اعرض الملف على 985. تمام. أنا أتحدى الدكتور شبراوي باللجنة من وزير الزراعة، إذا ما كانش ينطبق عليا 18/36/985 أرفض الملف. إدارة فاشلة، إدارة فاشلة، إدارة حماية الأراضي مش عارفة تفحص ملف. أنا بطالب الدكتور حسن يشكل لجنة ويشوف مشكلتي، هو مش عارف يرد معاه قدامي. يا حاج محمود، يا حاج محمود. اتفضل. حاج محمود، اتخذت وعد من الدكتور حسن ان حضرتك هتيجي بالملف يوم الحد، وهنقابل الدكتور حسن وهيجيب المختص وهيفحص الملف بس، ويحاسب اللي اتسبب ليه. ما طبعا هيتحاسب يا فندم، مفيش مشكله. طيب خليك معايا، ليك رد يا دكتور شبراوي. اتفضل يا دكتور حامد. يا دكتور حامد اتفضل. انت سيادتك احنا فحصنا الملف دي 1000 مره. انت يا دكتور حامد خد، انا معاك اهو، امال هتفعل الدكتور سيادتك دلوقتي حمايه الاراضي انا كتبت لها جواب بعد ما خدت الملف وديته، مش ملف وديته الناس النيابه، قلت لهم حصل كذا وكذا وكذا وكذا، الامر معروض على سيادتكم لاتخاذ اللازم. يعني يا جماعه افحصوا الملف ده تاني. طب ما هيتفحص يا فندم، هيتفحص، ما فيش مشكله، ادهوله خلاص. ما انا ايه علاقتي بالنيابه الاداريه يا دكتور حامد؟ ايه علاقتي بالنيابه الاداريه موظف اخطا حد محمود؟ انت بتستفزني ليه؟ يا محمود، خلينا نسمع بعض بس. يا محمود، الدكتور شبراوي بيقول هو الملف ملوش علاقة بالنيابة الإدارية، هو حول الموظفين اللي ادوك موافقات غلط على حد قوله يعني للنيابة الإدارية بس، ده موضوع يخصه. هو حولهم ولكن أشار للرسالة بناء على كلام السكرتير العام، كتب في الرسالة اللي راح الإدارة المركزية إن الموظفين متحولين للنيابة الإدارية، بناء عليه الإدارة المركزية أرجعت البث بكتاب رسمي معايا في حين نتيجة خروج نتيجة بحث. طيب خلينا نسمع الدكتور شبراوي، خلينا نسمع الدكتور شبراوي، اتفضل دكتور شبراوي سريعا. يا دكتور حامد، هو المواطن يعني احنا بنشتغل للمواطن ولا ضد المواطن؟ لا طبعا، المفروض مع المواطن طبعا. يا دكتور شبراوي، الأبعاد بتاعته صحيحة. يا دكتور شبراوي بعد اذنك، بعد اذنك الملف بتاعه. يا دكتور شبراوي لو سمحت اسمعني. يا دكتور شبراوي اسمع. أيوة. الدكتور حسن. يا دكتور شبراوي بعد اذنك، انا عايز مسؤول حمايه الاراضي عندك يجي بالملف في يوم الحد مع المواطن، وانا هشكل لجنه من الاداره المركزيه لحمايه الاراضي لفحص الملف بالكامل. تمام. ايوه، في وجود المواطن، ونفصل ونحسم المشكله دي بعد اذنك. على الشاشه كل واحد هيطلع على الشاشه يقول انا مظلوم. كل واحد لازم لا لا يا فندم، ده دورنا، لازم نسمع دكتور شبراوي. دكتور شبراوي ده دورنا، ده دور الاعلام ودور قناه مصر الزراعيه. ايوه، ما قلناش حاجه بس. طب امال ايه يعني كل واحد يطلع على الشاشه يقول انا مظلوم؟ كل واحد يطلع على الشاشه يقول انا مظلوم، لازم نبحث مشكلته ولازم نشوف المظلمه بتاعته، هو ده دورنا. يا دكتور شبراوي احنا دورنا، احنا كده دورنا ان احنا نعرف الحقيقه ونريح المواطن، احنا في خدمه المواطن، حتى لو المواطن مش على حق لازم نفحص مشكلته ولازم نحلها. فانا عايز من سيادتك بعد اذنك، بس عايز من سيادتك بكره لو سمحت، لو سمحت يا دكتور شبراوي يوم الحد تبعت لي مسؤول حمايه الاراضي عندك بالملف في مهمه رسميه لرئيس القطاع، وهيكون الاخ محمود موجود،
وهنجيب الاداره المركزيه لحمايه الاراضي لفحص ملف بالكامل قدام المواطن. منتهى الشفافيه ومنتهى النزاهه. ماشي. شكرا دكتور شبراوي. يا محمود سمعت؟ ما تحرمش منك يا دكتور حسن، وانت احسن واحد. طيب. وإذا ما كنتش على حق ارفض ملفي. خلاص اتفقنا. تمام. اتفقنا يا محمود. اتفقنا يا محمود. شكرا. شكرا شكرا. نشكرك جدا ولك الشكر يا دكتور شبراوي، متشكرين على المداخلة. طبعا يعني هو ده القرار الصح. طبعا. يعني بس لكن كون انه كل واحد عنده مظلمة ويطلع على التلفزيون نفحص، لا طبعا نفحص. طبعا نفحص. طبعا نفحص ونجري ورا الموضوع. امال احنا قاعدين نعمل ايه؟ واحنا قاعدين نعمل ايه؟ ما احنا قاعدين عشان نتلقى مظالم الناس، قاعدين عشان نتلقى مشاكل الناس، ولازم مشاكل الناس تتحل، وده دور المسؤول في كل مديرية وفي كل مكان وفي كل وزارة. دوره انه يحل مشاكل المواطنين، امال هو قاعد بيعمل ايه؟ طالما اذا كان والمواطن نفسه بيقول لو ماليش حق خلاص انا مش عاوز حاجة. وبعدين كانت الدنيا نايمة لغاية اما الراجل صرف اكتر من 500,000، وبعدين جايين نقول له لا ده انت غلط، الموافقات كانت غلط. ازاي الكلام ده؟ عموما يعني احنا يا فندم مع الوزير عاطي تعليمات ان اي مشكلة تحسم خلال 24 ساعة. هو ده الصح يا فندم. وان الاستجابة للمواطن خلال 48 ساعة استجابة للمواطن. تمام. ما ينفعش الكلام ده. تمام. اي مسؤول في اي محافظة يتتبع اي مظلمة حتى لو بيتظلم منه هو شخصيا لحد ما نجيب حقه للمواطن او حقه للمسؤول. يا فندم مفيش مشكلة. يا فندم احنا ما عندناش وقت، خلاص كفايه الوقت اللي راح. بالظبط. وبعدين ده دورنا هنا في قناة مصر الزراعية ومن خلال هذا البرنامج وبرامج اخرى ان احنا نوصل المشكلة للمسؤول عشان يحلها. القضية مش قضية انه كل واحد يطلع في التلفزيون ويقول مظلمته، يبقى لا الكلام ده يعني اعتقد محتاج مراجعة يا دكتور شبراوي. يعني احنا دكتور حسن خلينا نتكلم بقى على محصول القطن، ايه الاخبار؟ والله محصول القطن يعني وصلنا لفين؟ احنا في محصول القطن وصلنا لمساحه 193,555 فدان تم زراعتهم ببذره معتمده من الاداره المركزيه للتوام. مفيش خلط فيها خالص، وده السياسه اللي احنا بنحافظ بيها على الصنف من الخلط وتحسين القطن بعد التدهور اللي تم فيه يعني. تمام. فالحمد لله ما فيش مشكله. في قرار مع الوزير عدم الزراعه بعد 30/4. لكن هل القرار دوت لجميع المحافظات مناسب؟ مستوى الجمهوريه بس. يعني هو احتمال يبقى في مراجعه ليه في شويه مع معالي الوزير كده. لان في وانا عشان كده بقول في بعض المحافظات بتطالب بالاستمرار في الزراعه. ومع الظروف الجويه اللي احنا شايفينها هو ملائم لانبات القطن. بس هنعرض على معالي الوزير ان شاء الله لما يجي بالسلامه من المنوفيه ان شاء الله. تمام. طيب استسمح حضرتك معانا بشير حسن من اسوان. الو. اهلا يا دكتور. اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، اتفضل. والله عندنا مشكله يا باشا. اتفضل. مشكله السماد، مشكله الكيماوي. فين 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 في اسوان؟ عايزين في نصر النوبه. نصر النوبه. تمام. نصر النوبه احنا ناس بنزرع بنزرع قصب في حته اسمها وادي النجره. وادي النجره في اسوان. احنا نظامنا بالمعاينات، ما معناش حيازات. بالمعاينات الراجل بتاع الاداره الزراعيه في نصر النوبه بيطلع يعاين وبيقول فلان عنده 5 فدن، فلان عنده 10، فلان عنده 5، وهكذا. والمفروض نروح نصرف. تمام. المفروض نروح نصرف. السنه دي عملوا لنا حولونا على جمعيه اسمها جمعيه العبور في نصر النوبه. رحنا جمعيه العبور، قالوا والله ما عندناش كيماوي. طيب وبعدين؟ قالوا ده انتوا حولوكم على جمعيه اسمها الجمعيه المشتركه في ادندان. رحنا الجمعيه المشتركه في ادندان، الراجل قال انا لا اديكوا ولا عندي كيماوي ليكم. طب وبعدين طيب؟ يعني يا الله، طيب احنا عايزين ناكل عيش، ده احنا شغلتنا بس الزراعه. طبعا. طب نجيب الكيماوي ونجي نشتري الكيماوي ب 150 جنيه من بره، ينفع الكلام ده؟ لا طبعا ما ينفعش. طب والحل ايه يا باشا؟ طيب الحل ايه؟ رحت المهندسة مفيدة؟ نعم يا فندم. تواصلت مع المهندسة مفيدة وكيل وزارة الزراعة في أسوان؟
اتصل بالبرنامج بتاع حضراتكم وردت عليه الدكتوره مفيده وقالت له انتوا مش هتزرعوا قصب تاني. لا يعني ما تزرع ايه يعني مثلا نزرع فراوله يعني ولا ايه؟ طيب طيب احنا يعني حاجه غريبه. طب هي الدكتوره مفيده ده ما وفرتش القصب، ما وفرتش السماد للقمح. القمح احنا اللي حصدناه ده ووردناه للحكومه ما خدنالوش كيس كيماوي واحد. تخيل بقى حضرتك ينفع الكلام ده؟ ازاي؟ لا ما ينفعش. طيب طيب في مشكله ثانيه يا حاج بشير؟ لا والله. طيب انقذونا انقذونا بالكيماوي علشان العمليات اللي من دول. حاضر احنا بنشكرك. حاضر بنشكرك وسيب بياناتك في الكنترول ويا ريت الزملاء يجيبوا لنا على الهواء المهندسه مفيده. يا ريت دلوقتي. هو بأي حال من الأحوال يعني مجرد ما خلص البرنامج أنا هتصل بيها إن شاء الله ونشوف موقف. هي ممكن تجي لنا على الهواء. نعرف الموقف فيه بالظبط. بالنسبة للقطن نستكمل الحديث. فالحمد لله يعني القطن حاليا بيتم زراعته من خلال المزارعين، وإحنا عاملين قطن إكسار وعاملين قطن إنتاج. قطن الإكسار في تعاقد بين الثلاث جمعيات الإصلاح والاستصلاح والاستصلاح والائتمان على مع الاداره المركزيه للتقاوي. تمام. الاداره المركزيه تشتري قطن الاكساب بالكامل. بالنسبه لقطن التجاري احنا بنشوف له ان شاء الله هيتم برضه شراء القطن التجاري من خلال الجمعيه العامه لمنتجي الاقطان. بنتفاوض معاها في اجراءات التعاقد مع المزارعين وشراء القطن التجاري. فالحمد لله القطن يعني ما فيهوش مشكله. بالنسبه للاستعداد للمكافحه الاداره المركزيه المكافحه واخده احتياطاتها بالكامل. مع الوزير اعتمد كل السلف اللي كانت مطلوبه لمواجهه الموسم، وان شاء الله يعني هيكون محصول خير على المزارعين. وانا ببشرهم ان السعر هيكون عالي السنه دي. طالما المساحه مقننه هيكون السعر ان شاء الله. هي المساحه المستهدفه كام يا دكتور حسن؟ هي المساحه المستهدفه 250,000 فدان بس للزرع لحد دلوقتي يعني هيقرب من 200,000 لحد النهارده يعني. طبعا احنا المفروض المساحه دي هتزيد يعني كل سنه. طبعا هتزيد لان السعر هيكون زياده السنه دي وفي اقبال على القطن. هو المهم في القصه كلها ان القطن يطلع ما فيهوش خلط عشان حتى لو يتصدر يصدر بسعر مجزي مع يشجع المصدرين ان هم يصدروا. طبعا برضه. ده اللي بنعمله يعني ان شاء الله، ودي سياسه وزاره الزراعه ان شاء الله. سياسه وزاره الزراعه الزراعه التعاقديه طبعا. احنا الحمد لله القصب في تعاقد عليه، البنجر في تعاقد عليه، القمح في تعاقد عليه، القطن في تعاقد عليه. فيعني ان شاء الله نتمنى كل المحاصيل هيكون في تعاقد عليها. الدور الشاميه البيضاء برضو ان شاء الله يبقى في اتفاق مع وزاره التموين على ان تحاول تشتري الدور البيضاء باذن الله وخلطها مع ال. هل ممكن الدوره الزراعيه دكتور حسن تحل لنا المشاكل دي؟ والله الدوره الزراعيه هي الدوره الزراعيه موجوده بحيث هتبقى معروفه المساحات اللي يتم زراعتها من كل محصول. طبعا الدوره الزراعيه مطلوبه جدا لان الدوره الزراعيه ان انا بزرع يعني حوض واحد، الحوض الواحد ده بيبقى محصول واحد فيبقى المدخلات سهل جدا ان انا اوفرها للمزارع. الحاجه الثانيه التسويق من الحوض نفسه يبقى سهل جدا. المعاملات ميكنه او معاملات حصاد بتبقى طبعا في الحوض الواحد ميسره. حتى الاشراف الفني او الدعم الفني او الدعم الارشادي بيبقى سهل جدا طبعا لما يكون عندي حوض واحد في محصول واحد. فالمزارعين بس يا ريت يساعدونا في وعمليات المكافحه وكل الخدمات اللي بتقدم. فاحنا يعني احنا بندرس برضو ان احنا نعمل حوافز اسمها حوافز غير مشروطه، يعني حوافز ايه ومش ماليه احسن الناس تفهم انها ماليه، لا حوافز ايه يعني عينيه ان انا اقدم له دعم فني، ان انا اعمل له يعني طب في حملات قوميه موجوده اهتم بيها. ان انا ممكن اصرف له لو زرع حوض واحد في محصول واحد في حوض واحد ان انا ممكن اصرف له مثلا دفعه الكيماوي بالكامل. يعني اساعده في المبيدات، اساعده في التقاوي، اساعده في المبيدات. تمام. يعني دي امور كلها ده فكر رائع على فكره. والله كل الامور ديت بندرسها بحيث ان هو ممكن على فكره الدوره الزراعيه بالصوره دي ترجع الدوره الزراعيه تاني. اكيد ترجع تاني والمزارع بقى هيقبل ويفعل. بس هي محتاجه ايه تكاتف المزارعين مع الجمعيه الزراعيه علشان ان يتم التنفيذ دوت ان شاء الله. طب خلينا اكلمك في محور مهم يا دكتور حسن. طبعا معروف انه كل وظيفه وزاره الزراعه توفير مستلزمات الانتاج للمزارع.
لكن في نقطة تانية اللي هي موضوع التسويق ده مهم جدا. أنا عارف أنه مش مهمة وزارة الزراعة، لكن مهمة وزارات أخرى زي التجارة وزي التموين وكذا. لكن ما فيش تنسيق بين وزارة الزراعة وتلك الوزارات لتفعيل تسويق الحصلات الزراعية. هو طبعا في، انت عارف سيادتك ان معالي فخامه الرئيس اصدر قانون الزراعه العضويه، الزراعه التعاقديه. قانون الزراعه التعاقديه احنا بنعمل اللائحه التنفيذيه بتاعته دلوقتي، سواء الزراعه التعاقديه سواء التامين على الفلاح، كل القوانين اللي فخامه الرئيس يعني اصدرها واعتمدها احنا بنعملها لائحه تنفيذيه بدراسات معينه علشان يبتدي تفعيلها. بس احنا مش احنا المسؤولين بس عن التسويق. ما انا عارف، ما انا قلت هذا الكلام. يعني وزاره التجاره موجوده، التجاره والتموين، الاستثمار موجود، التموين موجود، لو تلحمت وتكتفت. نتمنى ان كل الوزارات المعنيه تتعاون مع وزاره الزراعه من اجل الفلاح المصري، لان الفلاح المصري هو اساس الاقتصاد في هذا البلد. وما ننساش كلنا ان مصر في الاصل بلد زراعي. الحقيقه دكتور حسن للاسف وقت الحلقه انتهى سريعا مع حضرتك، والحقيقه كان لقاء ممتع ويعني وحافل بحل المشاكل اللي احنا تلقيناها خلال الحلقه. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان نتقدم بجزيل الشكر الى الاستاذ الدكتور حسن الفولي رئيس قطاع الخدمات والمتابعه بوزاره الزراعه. بشكر حضرتك جدا يا فندم على هذا اللقاء. شكرا دكتور حامد، ودايما مزيد من التقدم لمصر الزراعيه والبرنامج الطيب دوت، واحنا دورنا ان احنا نحسم مشاكل الفلاح ونحلها فورا. أكيد. واحنا في خدمه كل الفلاحين. أكيد. ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. شكرا ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. انتظروني بمشيئه الله في حلقه يوم السبت، هيكون معايا مهندس محمد عبد الله رئيس الاداره المركزيه للتعاون الزراعي. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم من اراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره، اللهم امين. الى ان القاكم في حلقه السبت، لكم مني حامد عبد الدايم اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.